تسعدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من كلام في الميديا. حلقه النهارده هتكون حلقه غايه في الاهميه، مليئه بالعديد والعديد من الاخبار المتنوعه، سواء على الساحه الرياضيه المصريه او الساحه الرياضيه العالميه، وبالتحديد كل ما يتعلق بنادينا العظيم النادي الاهلي واخر اخباره. ضيفه حلقتنا النهارده هتبقى الفقره مختلفه شويه، اول مره يكون في ضيافتنا صحفيه، وصحفيه مميزه جدا بالمناسبه، وعندها معلومات كبيره وشاطره جدا في مهنتها في الحقيقه، وهي الاستاذه ريهام حمدي الصحفيه بموقع يلا كوره. هنتكلم معاها في امور عديده خلال الفقره الحواريه من خلال حلقه كلام في الميديا النهارده. عندنا بعض الاخبار وبعض المواضيع اللي هنتكلم فيها، بس نشوف الاول اهم وابرز عناوين حلقه النهارده. يلا بينا. الاهلي يواصل تدريباته في التتش. عبد الحفيظ يكشف سبب غياب بعض اللاعبين عن مران الامس. الافارقه ينتظمون في مران الاهلي غدا. رساله تحفيزيه للاعبي الاهلي بمعسكر المنتخب الاولمبي. المنتخب الوطني يبدأ اليوم معسكرا مفتوحا استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا. المنتخب الأولمبي يواصل استعداداته لأمم أفريقيا في العين السخنة. تجدد إصابة صلاح في الكاحل تهدد مشاركته أمام أرسنال. طيب، أخبار عديدة في الحقيقة فيما يتعلق بمنتخبنا الوطني الأول والمنتخب الأولمبي، لكن خلينا في البداية نبتدي بأخبار النادي الأهلي، لأن ده اللي بيهم كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، دايما يعرفوا إيه الجديد اللي بيخص الفريق. زي ما أنتم عارفين طبعا الفريق استأنف تدريباته بالأمس بعد راحة كانت 48 ساعة، في ظل طبعا هذه الفترة المملة في الحقيقة من خلال توقف بطولة الدوري وتوقف مباريات النادي الأهلي. وأنا عارف كويس جدا أن كل جمهور النادي الأهلي متشوق يشوف الفريق وهو بيلعب، خصوصا في ظل المستويات الرائعة اللي بيأديها مستر فايلر واللاعبين على مدار 6 مباريات أولى للجهاز الفني الجديد. فبالتالي أول مباراة لينا هتكون يوم 25، لكن الأهم أن الفريق بيستعد من خلال مراحل مختلفة خلال هذه الأيام وخلال هذه الفترة الخاصة بالتوقف الدولي، من خلال تدريبات يومية ابتدت امبارح وبتستمر النهاردة، مران في تمام الساعة 4 عصرا، وهتفضل هذه التدريبات مستمرة لحد يوم الخميس إن شاء الله، اللي هو من المفترض يكون موعد سفر الفريق للإمارات بالتحديد مدينة دبي لإقامة المعسكر الخارجي، وهيكون معسكر غاية في الأهمية، وهيحضر فيه كل اللاعبين الدوليين بالمناسبة اللي انضموا للمنتخب الوطني الأول بالتحديد. وإحنا عندنا عدد كبير بعد إعلان الكابتن حسام البدري القائمة بالأمس، هينضموا او هيكونوا متواجدين في المعسكر بشكل طبيعي، وبعد كده ينضموا للاستعدادات النهائيه الخاصه بمنتخب مصر في يوم 5 نوفمبر، واستعدادات خاصه بمباراتين رسميتين سواء امام منتخب كينيا او منتخب جزر القمر. فبالتالي مهم قوي انت في المعسكر الخارجي يكون معاك كل اللاعبين، هيبقى بس هتفتقد العناصر اللي في المنتخبات الاولمبيه. منتخبات اولمبيه ليه؟ لان احنا عندنا اليو ديانج في المنتخب المالي وهيبقى معانا في مجموعه مصر، نتمنى له التوفيق بالنسبه له هو طبعا في البطوله، لكن الاهم التوفيق لمنتخبنا الوطني اللي بيضم 4 عناصر من النادي الاهلي، سواء رمضان صبحي، صلاح محسن، عمار حمدي، ومصطفى شوبير. نتمنى لهم كل التوفيق مع المنتخب الوطني الاولمبي، خصوصا انهم مقبلين على تحدي غايه في الاهميه، وبينتظروا كل الجماهير المصرية المتشوقة جدا جدا لرؤية المنتخب الوطني الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 بإذن الله، لأن ده شيء مهم قوي، وهيحصل من خلال تأهلنا إن شاء الله بإذن الله من خلال الفوز باللقب، أو على الأقل تقدير تطلع من الثلاثة الأوائل في بطولة أمم أفريقيا للشباب. عايزين نطمن بشكل أكبر على تدريبات الفريق، نروح سريعا لمقر النادي الأهلي بالجزيرة من خلال مراسلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي، عشان يقول لنا كل الجديد اللي بتعلق بتدريبات الفريق النهاردة. يا فاروق، مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا أمير وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. طمنا يا فاروق، التدريبات أخبارها إيه عندك؟ هل الجميع حاضر النهاردة ولا لسه ممكن خلال تدريبات بكرة يحضر العديد من اللاعبين اللي واخدين راحة إضافية من قبل مستر فايلر؟ طمنا، قول لنا كل الكواليس اللي عندك.
لا لسه يمير يعني تقدر تقول عدد لاعبي الاهلي لم يكتمل في مجموعه لسه اللاعبين راح باذن الله مستر ريني فايلر النهارده. الجهاز الفني كان استعان ببعض اللاعبين من فريق القطاع الناشئين بالنادي الاهلي، طبعا موجود حمزه علاء حارس مرمى ال 2001 اللي كان النهارده بيؤدي المران مع الفريق الاول. نقدر نقول المران الامير ابتدى في تمام الساعه الرابعه، مستر توماس حطت الاحمال في النادي الاهلي، كان الجزء الاخضر والشق الاخضر من المران النهارده طبعا في ظل غياب اللعيبه المنتخب الاولمبي واللعيبه اللي فيه فتره الراحه. ف معظم الامور اللي الفريق بيشتغل عليها بتبقى على النواحي البدنيه بس يا امير. النهارده محمد محمود الفني ومحمد عبد المنعم شافوا بالجري الخفيف حول الملعب. محمد عبد المنعم يعني لمشاركته بالامس مع فريق الشباب امام فريق المصري في دوري الجمهوريه المباراه اللي فاز فيها النادي الاهلي على النادي المصري 7-3 شاف بالجري مع محمود متولي. محمود متولي خلاص في المرحله الاخيره يعني خلال هذا الاسبوع ان شاء الله يكون متواجد مع اللاعبين في المران الجماعي. بعد الجزء البدني امير اشتغل مستر ديفيد سيسا ومستر فايلر مع اللاعبين في تقسيمه كان الهدف منها طبعا بعد التركيز على اللعب في من لمسه واحده في المساحات الضيقه برضه استغلال الكرات العاليه من اللاعبين والعمل على برضه الامور اللي احنا بنقول عليها اللي هو التسديد من وضع الشباب ووضع الحركه وتحاول التحرك من اللاعبين التحرك بدون كوره والتركيز برضو ان انا اشتغل على القدمين القدم اليمنى والقدم اليسرى. نقدر نقول يا امير ان شاء الله مع اكتمال عناصر الفريق ان شاء الله قبل خلاص قبل السفر للمعسكر اللي هيقام في الامارات الفريق ان شاء الله خلال الايام القادمه يكون ثمن عناصر الفريق. لكن من الامور المهمه يا امير يعني رغم ان حاله التوقف او فتره التوقف لكن في حاله من الجديه عند اللعيبه والاهلي في اداء التمارين. تشوف الجديه على اللاعبين والعناصر الخبره الموجوده في النادي الاهلي وليد سليمان حسام عاشور لعيبه ورامي ربيعه اللي في حاله من الجديه حاله من التركيز على الرغم من فتره التوقف الطويله اللي احنا هنبقى موجودين فيها لكن في جديه في تركيز من لعيب النادي الاهلي لمواصفه المشوار ومواصفه الاداء الجيد في الفتره الاخيره. زي ما انت عارف يا امير والبعض الجميل بيبقى متخوف شويه من فتره الايقاف والتوقف اثر لكن انا يعني بطمنك وبطمن جماهير النادي الاهلي ان شاء الله لا نفس الجديه اللي موجوده على وجوه اللاعبين نفس حاله التركيز اللي موجوده من الجهاز الفني كل الامور لا تطمن جماهير النادي الاهلي ان شاء الله ويبقى معسكر يعني ان شاء الله بقى ايضا المعسكر الامارات ان شاء الله يكون اضافه ويكون في شغل ان شاء الله نشوفه في الفتره القادمه ان شاء الله نكون عقب استئناف الدوري المصري باذن الله يا فاروق. طيب عايز اسالك سؤال، هل بالنسبه للمعسكر بالتحديد هل هيتم الاستعانه ببعض لاعبي النادي الاهلي ولا لسه ما تمش الاستقرار على هذه الجزئيه؟ قد يا امير قد يكون هناك استعانه ببعض اللاعبين من قطاع الناشئين في فتره المعسكر لكن حتى الان لم يحسم هذا الامر، لكن هو امر مطروح ان من ممكن نشوف بعض اللاعبين من فريق الشباب من فرق قطاع الناشئين في النادي الاهلي لان يعني في هذا الكلام بيتردد واعتقد بنسبه كبيره يا امير انا اكد لك ان هو ان شاء الله يكون موجود لعيبه من الفريق الناشئين فرق الشباب في النادي الاهلي يكونوا موجودين. طبعا الى جانب موجود عرب بدر وموجود محمد عبد المنعم النهارده كان موجود حمزه علاء حارس مرمى فريق ال 2001 في النادي الاهلي فقد يكون يا امير باذن الله ان شاء الله موجود لعيبه من الناشئين لان مستر ريني فايلر والجهاز الفني بيدي اهتمام للاعبين لقطاع الناشئين في الفتره الاخيره يعني بحكم متابعتنا لمباريات الناشئين يا امير زي ما انت عارف مستر شعيب بيبقى موجود في المباريات بيعمل تقارير يعني كل لقاء بيعمل تقارير بيقدمه المستر ريني فايلر عن قطاع الناشئين في النادي الاهلي ابرز ايجابيات اللاعبين اهم اللاعبين الموجودين في كل المراكز اللي ممكن يكونوا على رادار الفريق الاول في الفتره القادمه بيبقى متواجد مستر شعيب في اللقاءات بصفه مستمره خاصه لقاءات فريق ال 99 ال 2001 ال 2000 وتقديم تقارير علشان يكون في دعم من قطاع الناشئين للفريق الاول ودي الفلسفه والسياسه اللي بينتهجها الجهاز الفني للفريق الاول للنادي الاهلي بقياده مستر ريني فايلر.
طيب انا بشكرك شكرا جزيلا يا فاروق، مراسلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الاهلي، قال لنا كل الاخبار اللي بتتعلق بمران الفريق اليوم بعد استئنافه بداية من الامس، ومستمر باذن الله لحد يوم الاربعاء والخميس المفروض السفر، كلها امور بس واجراءات بتخلص وان شاء الله يتم الاعلان الرسمي على سفر الفريق للامارات، وهيبقى معسكر غاية في الاهمية. يقدر مستر فايلر من خلال هذا المعسكر يقرب بشكل كبير جدا من اللاعبين، يقدر ان هو يوصل فكره الشكل التكتيكي، كل الامور المتعلقه بالجوانب الفنيه والبدنيه ايضا هتكون امور مهمه جدا بالنسبه لكل العناصر، والاهم ان الكل هيكون موجود في هذا المعسكر فيما عدا طبعا لاعبي المنتخب الاولمبي، نتمنى لهم كل التوفيق باذن الله تعالى. طيب ده فيما يتعلق بالنادي الاهلي وتدريباته، لكن عايزين نتكلم شويه عن المنتخب الوطني الاول. امبارح كان في بعض التصريحات بالنسبه للكابتن حسام البدري، تصريحات مهمه جدا جدا. اهم هذه التصريحات هو فيما يتعلق بشاره القياده، وان الكابتن حسام البدري اغلق هذا الملف بشكل نهائي. احنا عارفين ان الكام يوم اللي فاتوا او بالتحديد من ساعه ما الكابتن حسام البدري تولى المسؤوليه واللغط كان حوالين الموضوع ده، صلاح هيبقى كابتن الفريق ولا احمد فتحي هو اللي هيكون كابتن الفريق، طب المنتخب هيمشي بالاقدميه ولا هيمشي حسب الرؤيه الخاصه بالمدير الفني، كل دي تكهنات وامور كتيره جدا اتكلم فيها الجمهور المصري بشكل عام والاعلام الرياضي في مصر. لكن الاهم ان الكابتن حسام بدري اغلق الموضوع بشكل نهائي امبارح، وهو قال كلمه مهمه قوي بالنسبه لي، يعني قال ان هو كان مستغرب من ان البعض بيتكلم في ان القصه ما بين احمد فتحي ومحمد صلاح، وده غير حقيقي طبعا. هو احمد فتحي ومحمد صلاح العلاقه ما بينهم مميزه جدا، لكن من اثار هذه الازمه هو الكابتن حسام البدري نفسه. الجزئيه المهمه اللي هو قالها، احنا بيقول احنا كنا بنتكلم في مبدا، هل نمشي بالاقدميه ولا نمشي بحسب الرؤيه الخاصه بالجهاز الفني، يعني مين اللي يقدر يقود المنتخب. لكن طبعا في ظل تواجد احمد فتحي، وده اللي اكد عليه الكابتن حسام البدري، طالما احمد فتحي موجود فخلاص هو هيبقى كابتن منتخب مصر، وان السياسه اللي هيتم اتباعها خلال الفتره اللي جايه هي سياسه الاقدميه بالنسبه لشرط القياده، وده شيء مهم جدا، لان انت ما ينفعش طبعا يكون عندك لعيب بقيمه وتاريخ احمد فتحي واي لعيب في مصر بيستنى الفرصه ان تجيله شرط القياده، يعني يعني كابتن منتخب مصر دي حاجه كبيره جدا جدا، فمش لما هتجيله فرصه هيسيبها يعني. فبالتالي طبعا مع التقدير الكامل لنجم كبير جدا جدا محمد صلاح نجمنا المصري اللي بيتألق في الملاعب الاوروبيه وبالتحديد مع ليفربول، لكن الاستغراب بس في تعليق الكابتن حسام البدري ان ليه الناس كانت بتتناقش ان موضوع احمد فتحي ومحمد صلاح وكلام من ده. هو اللي خلى الناس تتناقش في الجزئيه دي يا كابتن حسام ان تم سؤال احمد فتحي عن امكانيه التخلي عن شرط القياده. طالما سالت احمد فتحي يبقى انت كان عندك اتجاه تاني، مش انت، مش قصدي ككابتن حسام البدري، يعني انا بتكلم كمنتخب كجهاز مسؤول سواء اداري او فني. فانت طالما سالت احمد فتحي يبقى كان في اتجاهات اخرى، كان في جهاز نبض، فبالتالي من هنا جت الازمه ومن هنا الكلام كتر. لكن الاهم خلال الفتره اللي جايه في الحقيقه ان الكلام يقل شويه عن المنتخب، لان احنا عايزين المنتخب يركز لان عنده تحدي مهم قوي من خلال مباريتين سواء مع كينيا او مع فريق او منتخب جزر القمر في التصفيات الافريقيه المؤهله لبطوله الامم الافريقيه 2021، فبالتالي عايزين بس ندعمهم ونساندهم، نساند الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون ونساند لاعبي منتخب مصر بعد كمان اعلان القائمه بالامس 32 لاعب بالاضافه للمحترفين. بالمناسبه المحترفين مكملين في المعسكر كله لانهم هيجوا قبل اول مباراه بثلاث ايام، فمش طبيعي ان انت هتجيب السبعه او السته، سته محترفين، وهتمشي حد منهم قبل اول مباراه رسميه امام كينيا في مصر ثلاث ايام، فبالتالي هم مكملين خلاص المعسكر كله، وهيتم استدعاء او الاستعانه ببعضهم في المباريات سواء مع كينيا او مع جزر القمر. وفي الحقيقه السته مميزين جدا جدا بما فيهم محمود عبد المنعم كهربا، لان الكلام كتير جدا على كهربا خلال الفتره اللي فاتت، وفي الحقيقه كلام مش في محله اطلاقا، لان البعض بيتكلم لما تيجي تتكلم عن منتخب مصر ما تتكلمش عن انتماءات. كهربا مشي، جمهور الزمالك زعلان منه، وكهربا هيروح فين، الكلام ده لسه اصلا مش محدد، فبالتالي لازم لما تيجي تتكلم تتكلم في مصلحه المنتخب. كابتن حسام بدري امبارح كمان اتكلم في موضوع كهربا، قال كهربا لعيب مهم جدا جدا وانا مقتنع بيه اقتناع تام، فبالتالي احنا عايزين نشوف هو اللي هيقدر يثبت نفسه خلال المعسكر، هل نستعين بيه في المباريات ولا ما نستعينش، كله مترتب على كهربا نفسه، لكن لعيب عنده مقاومات طبعا رائعه، لعيب مميز جدا جدا يعني.
فنتمنى له هو التوفيق سواء هو او كل زمايله المحترفين وكل اللاعبين المحليين اللي تم ضمهم للمنتخب مصر. دي جزئيه غايه في الاهميه. المنتخب الاولمبي طبعا مقبل على بطولة الأمم الأفريقية للشباب، فالاستعدادات طبعا مهمة جدا جدا. النهاردة في معسكر ومرحلة تانية من هذا المعسكر هتكون في العين السخنة من خلال تدريبات في استاد السويس الجديد أو كمان في ملعب وادي دجلة، تدريبات مهمة. نتمنى كل التوفيق للكابتن شوقي غريب، ومبارح كان ليه تصريحات مهمة كمان في المؤتمر الصحفي الخاص بالمنتخب الأولمبي، وكلنا بندعمه كلنا بنسنده. في قلق شوية بعد المباريات الودية، بعد تغيير مراكز بعض اللاعبين في توقيت أنت محتاج خلاص تثبت الدنيا، يعني تثبت اللعيبة كل واحد يحفظ مركزه، لكن كل الأمور دي وكل المباريات الودية مش محل تقييم خلاص دلوقتي. إحنا في ظهر كابتن شوقي غريب، في ظهر المنتخب الأولمبي عشان يتحقق المراد، واللي بيتمثل في الفوز باللقب، وده هدف تاني بالمناسبة. الهدف الأول هو الوصول لأولمبياد طوكيو. ليه بقول إن هو الهدف التاني؟ لأن أنت بمجرد ما تتأهل للنهائي فأنت خلاص كده حققت الهدف الأول وهو الوصول للأولمبياد. الهدف الثاني بقى هتدور عليه هو الفوز بالبطولة بإذن الله. فإحنا عايزين الهدفين يتحققوا عشان بإذن الله نرجع الفرحة للشعب المصري والجمهور الكورة في مصر بعد الإخفاق الكارثي في بطولة الأمم الأفريقية للكبار في مصر من 3 شهور تقريبا، وطلعنا من دور 16 وكان شيء مؤسف جدا في الحقيقة. فنتمنى لهم كل التوفيق بإذن الله تعالى. عندنا أخبار كتيرة جدا جدا عن النادي الأهلي في الصحف النهاردة، هنعلق عليها بتفاصيل مهمة قوي، نروح نشوفها، يلا بينا. الجمهورية، الخطيب عاد للعمل، 3 محاور تصنع خارطة الأهلي الجديد. أخبار الرياضة، لعلاج أزمة تأجيل الدوري، 7 أيام أشغال شقة في معسكر الإمارات. جريدة الأخبار، نيو لوك أهلاوي في الإمارات، النجم الساحلي يشغل تفكير فايلر. المسا، أحمد حجازي يعود للأهلي، الأحمر يفاوض ويست بروميتش لضم مدافع مصر في الانتقالات الشتوية. فايلر يطلب مشاهدة تسجيلات لمنافسيه بدوري الأبطال ومتولي مع الفريق في الإمارات. الأهرام، محمد محمود موهبة اختطفها الرباط الصليبي، فايلر يفحص ركبة النجم الصاعد تمهيدا لإجراء الجراحة. الوسط الرياضي يدعمه والخطيب واثق في عودته للملاعب من جديد. أخبار الرياضة، حتى لا يظلم المعارين، عيون فايلر بين الإسكندرية والقاهرة والصعيد. الوطن، الأهلي يمدد عقد إكرامي 24 شهرا ونصائح وتحذيرات أخيرة لجمعة. فحوصات طبية لمحمود في ألمانيا قبل جراحة الصليبي، وحسين السيد يطلب المشاركة احتياطيا لتسهيل بيعه في يناير. الأخبار المسائي، فايلر يرفض التجديد لإكرام، المدير الفني للأهلي يعقد اجتماعا مع اللاعبين ويضع 3 محاور لخطة الإعداد. الوفد، فايلر يعلق ملف عقود كبار الأهلي واتجاه لعدم التجديد، المدير الفني يتمسك بضم مهاجم أجنبي في الميركاتو الشتوي. اليوم السابع، الأهلي يفاوض تراوري لتدعيم الوسط في الشتاء، الأحمر ينهي إجراءات معسكر الإمارات ومجلس الإدارة يجتمع اليوم في فرع الشيخ زايد. المصري اليوم، الأهلي يراقب مدافع إنبي في كان الشباب، الجهاز الفني يمنح فرصة أخيرة لصالح جمعة، ومحمد محمود يجري الصليبي غدا. طيب، أخبار كتير جدا عن نادي الأهلي كالعادة، بعضها عكس بعض، يعني تلاقي خبر بيقول مثلا إكرامي هيجدد، وخبر اخر بيقول لك فايلر مش عايز اصلا اكرامي. هنرد على الكلام ده لان كلام مهم جدا لازم جمهور النادي الاهلي يعرفه بتفاصيل مهمه. خلينا نبتديها واحده واحده كده من جريده الجمهوريه، واللي بتقول ايه عن النادي الاهلي النهارده. بتقول ان الخطيب عاد للعمل و3 محاور تصنع خريطه الاهلي الجديده. النهارده الكابتن محمود الخطيب هيترأس اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي في مقر النادي بالشيخ زايد، اجتماع اعتقد ان هو ابتدى خلاص من ساعه تقريبا، في هذه اللحظات مستمر.
واجتماع مهم هيتم مناقشه فيه العديد من الامور الخاصه بالنادي، سواء في على مستوى النشاط الرياضي، سواء فيما يتعلق بالجانب الانشائي، لان ده شيء مهم جدا بالنسبه لاعضاء النادي الاهلي، والاهم بالنسبه للجمهور كله هو فيما يتعلق بالفريق الاول لكره القدم، ومناقشه بعض الامور والجوانب اللي بتخص الفريق. ده هيكون على طاوله اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي، وكمان شويه هنتواصل مع زميلنا ومراسلنا في مقر النادي الاهلي بالشيخ زايد عشان نعرف اخر الاخبار والتطورات بخصوص هذا الاجتماع الهام جدا. والف مليون سلامه وحمد لله على السلامه على الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، والنهارده اول يوم يكون موجود في الاجتماع او يمارس مهام عمله بشكل طبيعي خارج المنزل بعد حقن الظهر والجراحه البسيطه اللي كان عملها، وان شاء الله نتمنى له السلامه دائما. نروح لخبر اخر من اخبار الرياضه ولعلاج ازمه تاجيل الدوري 7 أيام أشغال شقة في معسكر الإمارات، ومعسكر الإمارات هيبقى مهم جدا في الحقيقة، وهيبقى فيه جوانب عديدة بدنية وفنية، لكن الجانب البدني هو اللي هيبقى الأهم. ليه؟ لأن أنت تقريبا في بداية فترة إعداد جديدة أو جزء تاني من فترة الإعداد اللي أنت كنت عملتها في الأول، لكن الأهم في الفترة دي أن أنت مع مدير فني هو اللي مكمل معاك خلال الفترة اللي جاية، فيقدر يقيم كل الأمور بدنيا وفنيا فيما يتعلق باللاعبين هو وجهازه المعاون بالطبع. لكن تدريبات هتبقى بدنية بشكل أكبر وأقوى عشان تبقى جاهز واقف على رجلك لما يتم استئناف المباريات، سواء في بطولة الدوري أو بطولة دوري أبطال أفريقيا. ومهم قوي أن أنت بإذن الله تستكمل الشكل اللي أنت بديت بيه الموسم، 6 ماتشات في مختلف البطولات، 3 بطولات لعبت فيهم من خلال 6 ماتشات، عندك دوري أبطال أفريقيا مباراتين عملت فيهم شغل حلو قوي حتى لو المنافس كان ضعيف، عندك بطولة السوبر قدرت تفوز بيها عن جدارة واستحقاق، مباراة كانت رائعة على المستوى الفني بالنسبة للنادي الأهلي. سيبك من الكلام اللي يقول لك لو كان في 2 3 دقايق زيادة كان الزمالك اتعادل، الكلام ده مش بتاع ناس بتفهم كورة يعني. كان عندك 90 دقيقة ما جبتش جوان في الأهلي، حاجة كانت غريبة، التصريحات بتبقى غريبة في بعض الأحيان، لكن في كل الأحوال كل واحد بيقيم نفسه وفريقه بالشكل اللي هو بيشوفه، وكل الاحترام والتقدير للجميع يعني. لكن الاهلي كان ادى مباراه اكثر من رائعه، مباراه الزمالك في السوبر، ودي كانت بطوله وتحدي كان مهم جدا بالنسبه لمستر فايلر واللاعبين. استمر الاداء الرائع والنتائج المميزه جدا من خلال مباراه بطوله الدوري. الاهم بقى ان بعد المرحله الطويله دي ان شاء الله النادي الاهلي ما يتاثرش بيها سلبيا على المستوى الفني، ونشوف شكل قوي واقوى من اللي شفناه باذن الله بالنسبه للفريق خلال اول مباراه في الدوري يوم 25، وبعد كده مباراة النجم الساحلي في تونس، مباراة هتكون مهمة وصعبة جدا. كل التوفيق ليهم من خلال هذا المعسكر. نروح لجريدة الأخبار. جريدة الأخبار بتقول نيو لوك أهلاوي في الإمارات، النجم الساحلي يشغل تفكير فايلر. نيو لوك أهلاوي يركز من خلاله مستر فايلر في كل الجوانب، الأهم إن هو عايز يرجع بشكل مختلف ومتصاعد في الاداء الفني والبدني بالنسبه للاعبين، ودي الاستفاده اللي احنا اتكلمنا عنها من خلال هذا المعسكر. فهم قصدهم يعني في الخبر ان هيشوفوا شكل جديد ومهم ومميز جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي بعد الانتهاء من هذا المعسكر الخارجي الهام جدا بالنسبه للفريق. طبعا النجم الساحلي يشغل تفكير فايلر، بيشغل تفكير كل الجمهور النادي الاهلي، لكن دايما النادي الاهلي الفريق الجهاز الفني بيركز في كل مباراه على حده. عندك الاول أول مباراة ليك في الدوري، مفترض يعني لو الدوري مشي بترتيبه لو يعني هتلعب الجونة، فأنت بتفكر في الجونة لكن في نفس الوقت بتحضر نفسك لمباراة النجم الساحلي من خلال الإلمام بكل المعلومات الخاصة بهذا الفريق، فريق كبير طبعا فريق النجم الساحلي، وإن شاء الله عشان تكون مستعد له بالشكل المناسب. نروح لخبر آخر من المسا، ودي بعض الأمور بقى إيه اللي بتهم الجماهير شوية. بيقول لك ايه، احمد حجازي يعود للاهلي، الاحمر يفاوض ويست بروميتش لضم مدافع مصر في الانتقالات الشتويه. نبتدي بموضوع احمد حجازي. القصه كلها مش في انه في مفاوضات رسميه، واحمد حجازي لسه الموضوع ما اتحسمش هل هيعود للاهلي في يناير ولا لا. احمد حجازي لسه راجع من اصابه بعد بطوله الامم الافريقيه، كان عنده عظام زائده في الكاحل على ما اتذكر، عمل الجراحه وقعد فتره غايب على فريق ويست بروميتش البيون اللي بيلعب في الشامبيونشيب في انجلترا، ويا دوبك ابتدى يعود الفتره اللي فاتت، مشارك في بعض الدقائق الخاصه بمباريات الريديف هناك في انجلترا بالنسبه لفريق ويست بروميتش، وشارك مع منتخب مصر في المباراه الوديه الاخيره يعني امام بوتسوانا. لكن في كل الاحوال هل في مفاوضات رسميه من الاهلي مع احمد حجازي او مع ويست بروميتش؟ لا. طب في ايه؟ كل ما في الامر ان ممكن يتم جس نبض اللاعب،
يا احمد انت ممكن ترجع مصر الفتره الجايه؟ لو الرد بتاعه ممكن ارجع مصر، فالاهلي طبعا فاتح ابوابه لاحمد حجازي، مين ما يتمناش احمد حجازي، ابرز مدافع في مصر ما فيهاش نقاش، لاعب مهم جدا ولعب في النادي الاهلي سنتين، كان مميز جدا 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 وعنده الخبرات اللازمه وكل الامور اللي بيحتاجها فريق النادي الاهلي. فلو النيه عند احمد حجازي انه هيرجع مصر، فتاكد تاكد ان الاهلي هيخش مفاوضات معاه. الموضوع مش محتاج ان احنا بقى نحاول نجمل الصوره او الكلام ده، احمد حجازي اي فريق يرغب في التعاقد معاه، لكن لغايه دلوقتي مفيش اي مفاوضات رسميه مع احمد حجازي او مع نادي ويست بروميتش البيون، لكن مهم قوي نتمنى طبعا، اي حد يتمنى ان احمد حجازي يرجع الاهلي. فبالتالي ده امر مهم. عايز اكد بس على حاجه، في نيه عند المسؤولين في النادي الاهلي، نيه ان هم يكونوا فريق يكون قوي جدا ولا يقهر. طبعا صعب ان فريق لا يقهر، طبعا هتتعرض لهزايم، لكن هم عايزين يعملوا جيل زي الجيل اللي كان عندنا ايام تريكا وبركات والجمعه ومتعب. دي نيه المسؤولين في النادي الاهلي، بيحاولوا بكل ما اوتوا من قوه ان هم يكونوا هذا الفريق. عندك طبعا قائمه متكامله مميزه جدا، مفيش مانع ان انت تضم عنصر او اتنين كمان في الشتاء، انت هيحق لك تضم لاعبين يكونوا على مستوى الفريق ويساهموا ويضيفوا بشكل كبير جدا للنادي. فهو ده التفكير، الناس بتفكر في كده ومش هتبخل باي دعم بالتحديد فيما يتعلق بالصفقات لفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي. كله في الاخر بيبقى على حسب ايه؟ على حسب رؤيه مستر فايلر، ده شيء مفروغ منه، لان مستر فايلر مركز قوي انه لازم اللعيب اللي هو يكون محتاجه يحاول طبعا النادي يجيبه، ومفيش لعيب هيدخل النادي الاهلي غير لما يكون باقتناع تام من مستر رينيه فايلر. دي نقطه برضو كنا لازم ناكد على حضراتكم فيها. نروح لجريده الاهرام، والكلام مستمر طبعا على محمد محمود، واحنا كلنا طبعا زعلانين بسبب هذه الاصابه، بس انا دايما عايز اخد الجانب السلبي ابعده ونتكلم في الجانب اللي بدوره يرفع من الروح المعنويه لمحمد محمود. خلاص الاصابه حصلت، قدر الله ما شاء فعل، زعلانين وكل حاجه، لكن الاهم ان احنا نفضل ورا لاعبنا، لان لعيب مهم جدا ومميز جدا محمد محمود. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله هيرجع اقوى مما كان، وعنده العزيمه الكافيه و مركز جدا ومتحمس لعودته سريعا. الموضوع هيبقى 8-9 شهور زي القصه اللي فاتت كده، زي الاصابه الاولى، لكن لازم دايما نفضل في ظهره ونكتفي بقى عن الحديث في جزئيه ان الناس زعلانه والوسط الرياضي كله يدعمه. طبعا الوسط الرياضي كله بيدعم محمد محمود، لكن في كل الاحوال عايزين نسانده معنويا، وهو ان شاء الله باذن الله يرجع سالما ويكون قادر على العوده بشكل اقوى مع النادي الاهلي. وانا واثق، والكابتن محمود الخطيب كمان في الخبر مكتوب ان هو واثق جدا من عوده محمد محمود، عوده هتبقى مهمه باذن الله وفي انتظاره بكل تاكيد. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نستكمل بعض هذه الاخبار اللي كتبت على النادي الاهلي في الصحف النهارده. يلا طيب نكمل اخبارنا ونبتدي باخبار الرياضه. اخبار الرياضه اتكلمت عن النادي الاهلي كمان النهارده وقالت ايه؟ قالت ان عيون فايلر بين الاسكندريه والقاهره والصعيد حتى لا يظلم المعارين. طبعا احنا عندنا بعض المعارين، يعني عندك ناصر ماهر وكريم يحيى في سموحه، والاثنين ما شاء الله ماشيين بشكل كويس جدا في المباريات اللي اتلعبت لحد دلوقتي بالنسبه لفريق سموحه. عندك محمد شريف مثلا في انبي عامل برده حتى الان مباريات اكثر من رائعه. عندك مين تاني؟ عندك بعض، عندك اكرم توفيق واحمد ياسر ريان لسه مش الشكل بتاعهم ما بانش في الجونه السنه دي، لان الجونه لسه مش بالمستوى المطلوب يعني بالنسبه لهم. لكن في كل الاحوال انت كمدير فني بتتابع كل ما يخص الفريق، حتى لو مجموعه قدامك انت خلاص بتقيمهم وعارفهم، لكن في نفس الوقت ليك عيون من خلال مساعدينك بيتابعوا طبعا المباريات الاخرى. ممكن هو بنفسه يكون مستر فايلر بيتابع المباريات اللي فيها بعض اللاعبين المعارين من النادي الاهلي عشان يكون فكره كامله عن كل اللاعبين. وهذا الملف فيما يتعلق بالمعارين بالتحديد، لان ده هيبقى شيء مهم، ممكن تستعين بحد منهم او بكلهم مع بدايه الموسم الجديد، فكل ده هيتحدد على مدار الموسم يعني. لكن ده شيء اكيد مهم وايجابي. بالمناسبه مستر فايلر كمان بيتابع قطاع الناشئين بشكل كبير جدا عشان يشوف العناصر اللي ممكن تنفع وتفيد الفريق الاول لكره القدم، فدي حاجه ايجابيه في الحقيقه. مستر فايلر الملم بكل الامور ومركز في كل كبيره وصغيره في النادي الاهلي بالتحديد باللي بيتعلق بالفريق الاول لكره القدم. نروح لخبر اخر بقى، او خبرين مع بعض يعني، عندك الوطن والاخبار المسائي، هنشوف مين فيهم اللي هيكسب في الاخر. الوطن النهارده قال لك ايه؟ قال لك الاهلي يمدد عقد اكرامي 24 شهرا ونصائح وتحذيرات اخيره للجمعه.
هات لي بقى بس معلش يا بيبو كده ايه الاخبار المسائي بعديه على طول. بيقول لي الاخبار المسائي فايلر يرفض التجديد لاكرامي. فشايف التناقض يعني، خبر من جريده هنا بيقول مثلا اكرامي هيجدد، وخبر من جريده اخرى بيقول لك اكرامي مش هيجدد. نرجع بقى للوطن. الوطن بيقول لك ان خلاص اكرامي هيجدد 24 شهر مع النادي الاهلي. خلينا نقول لحضراتكم الامور ماشيه ازاي. انت عندك ملف بيتعلق بالتجديد لاربعه، اربعه مهمين ومميزين جدا في صفوف النادي الاهلي، وليهم تاريخ ممتاز مع الفريق، سواء اكرامي، وليد سليمان، احمد فتحي، وحسام عاشور. الامور بتدار ازاي؟ طبعا كمسؤولين في النادي الاهلي عايزين يجددوا الرباعي، ما فيهاش تفكير يعني، طبيعي لان خبرات مطلوبه ونجوم مميزه جدا، لكن في نفس الوقت بيبقى في راي فني لمستر فايلر، ده اكيد ده شيء مفروغ منه، مش هنجمل صوره، ده طبيعي. مستر فايلر بعد معسكر الامارات هيشوف هو عايز ايه، هيبقى في جلسه مع لجنه التخطيط للكره يحدد هنجدد لمين مش هنجدد لمين، هنجدد للاربعه، ممكن اثنين ثلاثه، ممكن واحد من يعني، كل دي حسابات خاصه بمستر فايلر. لكن الرباعي مهم قوي بما فيهم اكرامي، واكرامي من اقرب اللاعبين اللي هيجددوا بشكل طبيعي يعني، لعيب مهم ومميز، وانت في مركز حراسه المرمى عندك الشناوي، وعندك برضو اكرامي من ابرز الحراس في مصر يعني. فده ملف حساس شويه وخاص جدا بالتحديد لمستر فايلر ولجنه التخطيط للكره، وكابتن طبعا محمود الخطيب المشرف على الكره. هيحسموا الامر ده كله ممكن بعد معسكر الامارات، ياخدوا وقتهم براحتهم، لسه معاك وقت عشان تجدد للرباعي باذن الله. لكن في نفس الوقت طبعا هم قريبين جدا من التجديد، لكن هنشوف طبعا قرار في الاخر بيبقى دايما للجهاز الفني ومستر فايلر مدير فني الفريق. فحوصات طبيه لمحمود في المانيا النهارده، هو خلاص وصل امبارح، النهارده في فحوصات طبيه طبيعيه جدا قبل العمليه بكره باذن الله، ان شاء الله تبقى ناجحه. وحسين السيد يطلب المشاركه احتياطيا لتسهيل بيعه في يناير، لسه بدري على القصه دي برده بالنسبه لحسين السيد، وحسين السيد موقفه برده على حسب رؤيه مستر فايلر. الاخبار المسائيه بقى اللي بتقول لك فايلر يرفض التجديد لاكرامي، ده خبر غير صحيح بالمره يعني، احنا جبنا لحضراتكم الخبر ده والخبر ده ونقول في الاخر لحضراتكم ايه الاصح فيهم يعني، الاصح جريده الوطن. لكن الاخبار المسائيه بتقول بتاكد كمان، تقول لك فايلر رفض التجديد الاكرامي وده غير حقيقي، ما قررش مستر فايلر التجديد من عدم، لسه الملف ده هنعرفه خلال ايام باذن الله بشكل نهائي. و النية عند المسؤولين طبعا التجديد، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده، لكن عايز اتكلم في الجزء الثاني من الخبر. المدير الفني يتمسك بضم مهاجم اجنبي في الميركاتو الشتوي. انت عندك مكانين في الشتاء ممكن تضم فيهم اثنين لعيبه، المراكز برضو هيحددها الراجل، الاقرب مهاجم يعني، قريب ان يبقى في تفكير في ضم مهاجم، لكن بشكل نهائي لسه برضو على حسب الظروف. انت لسه عندك فتره لغايه شهر يناير، في امور بتتغير ما بين يوم وليله يعني، ده طبيعي في الكوره. فالرؤيه الخاصه بالجهاز الفني هي هتحدد كل ما يتعلق بالصفقات في الشتاء، لكن هيبقى في صفقه او اثنين بكتير في شهر يناير، ده شيء مؤكد. طيب نروح لليوم السابع، كلام على إيريك تراوري، لعيب جامد جدا بصراحه. إيريك تراوري لعيب جامد جدا، الاهلي يفاوض تراوري لتدعيم الوسط في الشتاء يعني. ماشي، الأحمر ينهي إجراءات معسكر الإمارات ومجلس الإدارة يجتمع اليوم في فرع الشيخ زايد. طيب نعلق على موضوع تراوري، لعيب مهم ومميز وهيبقى إضافة طبعا لأي فريق ينضم ليه. جمهور النادي الأهلي ناس كتير جدا بتفكر طبعا وبتتكلم في إن ليه ما نجيبش إيريك تراوري، لكن خليني أقول لحضراتكم ممكن يكون في اهتمام عند المسؤولين في النادي الأهلي ممكن، لكن برضه مفاوضات رسمية، كلام رسمي مفيش، على الورق مفيش لغايه دلوقتي، مفيش اي حاجه، ودايما الامور دي بتدار بسريه تامه يعني في النادي الاهلي. البعض بيجتهد، البعض يقول لك تراوري في الحسابات، فلان الفلاني في الحسابات، دي امور كلها طبيعيه. لكن هو لعيب مميز، طبعا لعيب مميز هيكون اضافه للنادي الاهلي لو جه، طبعا هيكون اضافه. هل العلاقات تسمح بانضمام تراوري للنادي الاهلي؟ تسمح جدا، لكن برضو وانا لازم اكد على النقطه دي، واصل ده طبيعي جدا، فايلر هو اللي هيحدد احتياجاته واللاعبين اللي عايزهم. في اعجاب بتراوري، في اعجاب بتراوري طبعا، مؤدي مباريات جميله ومميزه جدا مع بيراميدز، سواء في افريقيا في الكونفدراليه او في الدوري. لكن ناكد على ان في مفاوضات مع تراوري؟ لا طبعا مش هناكد، لان ما فيش مفاوضات مع تراوري حتى الان، لكن ممكن يكون في اعجاب باللاعب، ده طبيعي جدا، اللاعب مميز في الحقيقه جدا، انا اتمنى ان هو يجي النادي الاهلي.
الاهلي ينهي اجراءات معسكر الامارات، ده اتكلمنا فيه، وفرع الشيخ زايد في اجتماع النهارده طبعا، وده هنتكلم بيه او فيه بالتفاصيل بعد دقائق يعني. نروح للمصري اليوم. طالما فتره توقف هنلاقي اخبار زي دي كتير جدا، طبيعي بقى اتعودنا على كده. الاهلي يراقب مدافع انبي في كان الشباب، اسامه جلال لاعب كويس قوي ومدافع كويس قوي في الحقيقه، وده الشغل بتاع الناس في النادي الاهلي، هي دي شغلتهم المسؤولين عن الكوره يعني، بيراقبوا وبيتابعوا ويشوفوا المميزين مين ويعرضوهم على الجهاز الفني، ده امر طبيعي. هتراقب اسامه جلال وغير اسامه جلال كمان، ده اكيد، عشان انت بتفكر دايما ان انت تدعم صفوفك بالعناصر القويه، عشان انت عايز تاخد خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله بطولات افريقيا كتير وتعمل جيل ذهبي جديد للنادي الاهلي، وده هدف من الاهداف الرئيسيه عند المسؤولين في النادي الاهلي. الجهاز فرصه اخيره لصالح جمعه، طالما مفيش فتره قيد يا جماعه، الفرصه قائمه لصالح جمعه، وصالح جمعه اكيد ان شاء الله خلال الفتره دي مركز جدا جدا ان هو يرجع للفورمه بتاعته اللي بينتظرها دايما جمهور النادي الاهلي، ولو رجع الراجل ده للفورمه بتاعته هيفرق قوي قوي يعني مع الفريق، وان شاء الله ربنا يوفقه باذن الله ويركز بشكل كبير مع الفرقه خلال الفتره اللي جايه. محمد محمود اتكلمنا في موضوع محمد محمود. دي كانت بعض اخبار الاهلي اللي اتكتبت في الصحف النهارده، لكن لسه في اخبار بتتعلق بالنادي الاهلي في المواقع نشوفها. يلا الموقع الرسمي للنادي الاهلي، عبد الحفيظ يوضح سبب الغيابات عن مران الاهلي. اليوم السابع، الأهلي يكشف موعد عودة اللاعبين الأجانب للفريق من الأجازة. سوبر كورة، الأهلي يقرر مواجهة العروبة في معسكر الإمارات. صدى البلد، الأهلي يستقر على اصطحاب القائمة الكاملة للمعسكر الخارجي. الشروق، عبد الحفيظ يساند لاعبي الأهلي في معسكر المنتخب الأولمبي. البوابة سبورت، فايلر يرفض الراحة ويواصل العمل مع الأهلي. 1-3، الشناوي يتحدث عن الاحتراف الخارجي وعلاقته بإكرامي ولطفي. مبتدأ، فايلر ينهي تجميد لاعب الأهلي. موقع الكابتن، فايلر يرفض بيع أجاييه ويوافق على رحيل أزارو. هنرد. الموقع الرسمي للنادي الاهلي اتكلم وقال تصريح على لسان الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي، واللي بيوضح سبب الغيابات عن مران الاهلي. امبارح كان في تدريبات النادي الاهلي، والنهارده برضه حوالي 10 لاعبين واثنين حراس مرمى اللي هم الشريف اكرامي وعلي لطفي. ده بسبب ايه؟ بسبب ان في بعض اللاعبين مستر فايلر مديهم راحه اضافيه، الاجانب لان هم سافروا لبلادهم اجازه صغيره كده، وفي بعضهم هيستمر زي مثلا علي معلول واليو ديانج عشان المنتخبات، وبعض اللاعبين اللي كانوا بيشاركوا بصفه مستمره خلال الفتره اللي فاتت، فدول واخدين راحه اضافيه 48 ساعه، هينضموا للتدريبات باذن الله بكره يوم الثلاث عشان يواصلوا استعداداتهم مع الفريق. فدي كانت هي الاسباب اللي قالها الكابتن سيد عبد الحفيظ من خلال الموقع الرسمي للنادي الاهلي. نروح لليوم السابع، الاهلي يكشف موعد عوده اللاعبين الاجانب للفريق من الاجازه، هيعود بكره باذن الله كل من جونيور اجاي ووليد ازارو وجيرالدو. اليو ديانج مستمر مع منتخب مالي الاولمبي لانه خلاص هيدخل في معسكر ويستعد لبطوله الامم الافريقيه للشباب في مصر. علي معلول هيبقى مع المنتخب التونسي لان في اجنده دوليه وعندهم تصفيات طبعا افريقيه مؤهله لبطوله الامم الافريقيه 2021 في الكاميرون، لكن الثلاثي المتبقي اللي هو ازارو وجيرالدو اجاي هيكونوا موجودين مع النادي الاهلي بكره باذن الله. نروح لسوبر كوره، الاهلي يقرر مواجهه العروبه في معسكر الامارات، والفريق ده هو فعلا الاقرب لمواجهه النادي الاهلي. طبعا الفريق او النادي الاهلي بالتحديد عايز يلعب فرق من المستوى الاول هناك في الامارات، لكن الدوري ماشي هناك والدنيا منتظمه جدا مش زي عندنا هنا، دوري محترفين في الامارات يعني ما بيهزروش كده زي انجلترا وزي كل الدوريات، والدوري السعودي كذلك، احنا الدوري المصري بس للاسف اللي بيبقى فيه بعض الازمات ان شاء الله نتخلص منها خلال الفتره اللي جايه، فهيبقى فيه صعوبه ان انت تلعب مثلا فرق القمه هناك في الامارات، بالتالي العروبه ده فريق درجه ثانيه او ثالثه فمرشح لمواجهه النادي الاهلي. نروح لصدى البلد، والاهلي يستقر على اصطحاب القائمه الكامله للمعسكر الخارجي، وده اكدنا عليه، وهيكون الفرقه كلها موجوده في ميعاد لاعبي المنتخب الاولمبي، واليو ديانج لاعب منتخب الاولمبي المالي، وكلهم هيبقوا موجودين باذن الله في
معسكر الامارات اللي هيبتدي من يوم 31 ان شاء الله، وهيستمر لمده ستة ايام، وان شاء الله يكونوا موفقين في هذا المعسكر. عايز اروح لمداخله مهمه جدا مع زميلنا العزيز كريم احمد رئيس قناه الاهلي المتواجد في مقر النادي بالشيخ زايد، عشان نطمن ونعرف اخر الاخبار تتعلق باجتماع مجلس اداره النادي الاهلي اليوم برئاسه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميلي امير، كل التحيه ليك ولكل المشاهدين وكل جمهور النادي الاهلي. ايه الاخبار عندك؟ طمنا على الاجتماع، الامور ماشيه ازاي؟ هل الاجتماع انتهى؟ ابتدى امتى؟ طمنا على كل الامور اللي قدامك يعني. يمكن في اطار طبعا حرص مجلس الاداره في اجتماعاته المستمره، الخطط الانشائيه، الخطط الخاصه بالفروع الثلاث، وايضا كمان التجمع الخامس، فرع التجمع الخامس القادم ان شاء الله للنادي الاهلي. اختار طبعا مجلس اداره النادي الاهلي الشيخ زايد ليكون اجتماعه اليوم في تمام الخامسه عصرا. توافق كالعاده اعضاء مجلس الاداره قبل انطلاق الاجتماع، بدا 5 5 وربع بدا الاجتماع الخاص بيه اليوم. النهارده في مناقشات عديده، وان شاء الله باذن الله اكيد هنكون في انتظار كالعاده قرارات في مجلس اداره النادي الاهلي تخص الانشاءات، تخص ايضا كمان اكيد هيكون في امر خاص بمعسكر فريق للنادي الاهلي، ايضا الجمعيه العموميه اللي اكيد هيبقى ليها ترتيبات كثيره جدا من مجلس اداره النادي الاهلي، امور عديده جدا على طاوله مجلس الاداره اليوم. لكن كنا كالعاده طبعا في انتظار الكابتن محمود الخطيب النهارده كاول يوم بعد التعب طبعا والفتره الماضيه، كنت متواجد في الشيخ زايد يرقص مجلس الاداره، لكن التعليمات والتحذيرات المعتاده من الطبيب الكابتن محمود الخطيب في تحذيرات النهارده، يمكن حتى هذه اللحظه لن يتواجد في مقر النادي الاهلي الشيخ زايد، لكن احنا عندنا يمكن معلومات كبيره ان هو يعني اصراره الكبير واهتمامه الكبير عايز يكون متواجد حتى لو خلال الساعات القادمه لحرصه الكبير على الاهتمام بكل الامور الخاصه بالنادي الاهلي. لكن التحذيرات طبعا مهمه جدا ان هو يمشي عليها، لان اكيد التعب والفتره اللي فاتت اثرت عليه بشكل كبير، ففتره الراحه مهمه جدا بالنسبه له. لكن بغض النظر طبعا عن وجود الكابتن او عدم وجوده، الامور هنا ماشيه بشكل طيب جدا في اجتماع مجلس الاداره، في قرارات الكابتن اكيد هيكون على تواصل حتى الوجود ان شاء الله. اكيد باكد عليه في معلومه ان هو ان شاء الله في خلال الساعه القادمه او الساعتين القادمين يكون موجود في النادي الاهلي ان شاء الله، في انتظار القرارات يا امير باذن الله تكون قرارات كلها تصب في مصلحه النادي الاهلي بالنسبه لفريق الكره، وبالنسبه ايضا كمان لاعضاء الجمعيه العموميه. الشغل الكبير لمجلس الاداره كالعاده زميل يعني الاجتماع ابتدى وكل اعضاء المجلس موجودين يا كريم، في انتظار بس الكابتن محمود الخطيب يوصل خلال ساعه باذن الله. بالظبط، بالتاكيد باكد على كلامك، مجلس الاداره بالكامل متواجد موجودين، وخمسه خمسه وربع زي ما بقول لك بدا الاجتماع لمناقشات. الكابتن رؤوف عبد القادر ايضا كمان مدير النشاط الرياضي متواجد، اكيد هيبقى ليه دور للسؤال على الملف النشاط الرياضي، الامور الخاصه بالمحترفين، الامور الخاصه بالترتيبات والمباريات، وامور ايضا عديده جدا. لكن زي ما بقول لك في انتظار ان شاء الله كابتن محمود الخطيب يكون الاجتماع كامل برئيس مجلس الاداره والاعضاء بالكامل الزميل يعني. باذن الله لو في اي جديد هنتواصل معاك يا كريم عشان نعرف قرارات مجلس اداره النادي الاهلي. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد مراسل القناه الاهلي المتواجد في مقر النادي بالشيخ زايد طبعا لمتابعه اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي. النسبه الاكبر ان الكابتن الخطيب مش هيروح للاجتماع لان الطبيب الزمه بالراحه لنهايه الاسبوع، نتمنى له يا رب السلامه، وان شاء الله يكون قادر يحضر خلال الفتره اللي جايه بعد ما يلبي تعليمات الطبيب، لان ده شيء مهم جدا وكلنا حريصين في الحقيقه ان الكابتن محمود الخطيب يكون بصحه وحاله جيده، ولازم يهتم بنفسه شويه، هو بيهتم بالنادي اكتر من نفسه دي حقيقه، لكن ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه يدي لنفسه بعض الاهميه، خصوصا الموضوع مش سهل، موضوع الظهر ده الام بتبقى مبرحه في الحقيقه، وهو بيعالج منه على مدار فترات كبيره، لكن ان شاء الله باذن الله ربنا يشفيه ويعافيه ويكون دايما دايما بجانب النادي ويلبي كل طموحات سواء اعضاء النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي في كل مكان. طيب نكمل اخبارنا الخاصه بالنادي الاهلي في المواقع. الكابتن سيد عبد الحفيظ من الشروق بيساند لاعبي الاهلي في معسكر المنتخب الاولمبي. طبعا احنا عندنا اربع لاعبين، رمضان صبحي، صلاح محسن، عمار حمدي، ومصطفى شوبير، وهو طبعا عندهم دافع معنوي مهم جدا قبل البطوله اللي كلنا بطوله الامم الافريقيه للشباب، وكلنا هنؤازر المنتخب باذن الله من الملعب كمان، وده هيبقى شيء مهم جدا عشان ان شاء الله باذن الله يفرحوا الشعب المصري. نروح لخبر اخر، البوابه سبورت بتقول
فايلر يرفض الراحه ويواصل العمل مع الاهلي. كان في اتجاه كده ان ممكن مستر فايلر يسافر 48 ساعه او 72 ساعه لسويسرا يطمن على اسرته وكلام من ده، لكن الراجل حابب جدا ان هو يكمل مع الفريق خلال الفتره دي، وممكن مش اكيد ان هو يسافر بعد انتهاء المعسكر، فبالتالي هو موجود في التدريبات بشكل طبيعي وهيسافر للمعسكر مع الفريق بشكل طبيعي. بعد المعسكر لسه هيقيم الامور ويشوف هل هياخد اجازه ولا لا، لكن انا عاجبني قوي حرص المدير الفني على التواجد دايما مع الفريق. واضح ان هو عايز يعني ينفذ كل افكاره ومشروعه اللي بيحلم بيه مع النادي الاهلي واللي كل جمهور النادي الاهلي بيحلم بيه معاه، وان شاء الله يتحقق، وان شاء الله هنشوف حاجه جامده قوي بالنسبه للفريق خلال الفتره الجايه من خلال هذا الرجل مستر رينيه فايلر، ومن خلال طبعا كواليتي اللعيبه اللي عندك ودعم مجلس الاداره كما هو المعتاد. نروح لموقع 1-3. موقع 1-3 قال ان الشناوي يتحدث عن الاحتراف الخارجي وعلاقاته باكرامي ولطفي. محمد الشناوي اتكلم وقال ان هو مبسوط قوي بان المدرب مدرب حراس المرمى بالنادي الاهلي ميشيل كان اشاد بيه وقال ان هو يقدر يلعب في اوروبا بشكل طبيعي جدا لانه حارس مميز جدا. قال هو شناوي يعني بيقول انا مبسوط جدا بالتصريحات دي ومبسوط جدا بكلام المدرب بتاعي في التدريبات. اتطرق كمان لموضوع العلاقه ما بينه وبين اكرامي ولطفي. في الحقيقه احنا عندنا ثلاث حراس مميزين جدا، شناوي واكرامي وعلي لطفي، ده حارس كمان جامد قوي، حارس منتخبات يعني، لعيب وحارس مميز جدا جدا. الشناوي قال ان العلاقه كويسه جدا واحنا دايما بنبقى في ظهر اللي بيلعب اساسي، يعني سواء انا اساسي كشناوي او اكرامي اساسي او لطفي اساسي احنا في ظهره وبنسنده عشان ينجح. وقال جزء من النجاح اللي ممكن يكون الواحد وصل له هو مسانده زمايلي ليا، واكيد النجاح ده يحسب لهم، يعني دي كلمات الشناوي. وقال ان هو عنده طموح كبير جدا مع النادي الاهلي خلال الفتره الجايه، نتمنى له التوفيق وهو ابرز حراس مصر خلال الفتره الحاليه. نروح لمبتدا وده خبر مهم شويه. فايلر ينهي تجميد لاعب الاهلي قصدهم على صالح جمعه. يعني بالمناسبه يا جماعه صالح جمعه ما كانش مجمد، صالح جمعه ما كانش بس جاهز للمشاركه. في فرق ما بين انت مجمد لعيب مش عايز تلعبه لاسباب مختلفه مثلا، وفرق ان انت شايف ان اللعيب ده مش جاهز بدنيا عشان تلعبه او فنيا. فلازم نوضح الصوره بس للناس، صالح جمعه ما كانش موقوف من الجهاز الفني او مجمد من الجهاز الفني، لا صالح جمعه ما كانش جاهز بس، واعتقد الفتره الحاليه بيتمرن بشكل كويس جدا وخلال كمان المعسكر هيستفيد بشكل اكبر منه بدنيا، فبالتالي هو في حسابات الجهاز الفني، الموضوع معروف ومحسوم، يعني هو في حسابات الجهاز الفني. الجهاز الفني هو اللي هيقرر صالح جمعه يلعب امتى، اكيد لما هيكون جاهز فنيا وبدنيا هيستعين بيه مستر فايلر، خصوصا ان الراجل جرب كل اللاعبين تقريبا خلال الست ماتشات اللي فاتوا الرسميين، كنا بنشوف كل شويه تشكيل مختلف والحمد لله برده النادي الاهلي كان بينجح في كل مباراه. فاكتر واحد او هي فرصه فعلا كبيره جدا لصالح جمعه ان هو يشارك مع مستر فايلر، ان هو عايز يشوف الناس كلها، بيقيم ويقرر في الاخر فيما يتعلق باللي يقدر يساعده ويساعد خططه وافكاره، ده شيء طبيعي جدا. نروح لموقع الكابتن، الكلام برضو على بعض اللاعبين. فايلر يرفض بيع اجاي، اجاي طبعا مكمل ويوافق على رحيل ازارو، وده غير حقيقي، ازارو مكمل مع النادي الاهلي واحنا بناكد لحضراتكم الموسم كله ازارو مكمله مع النادي الاهلي، ونتمنى للثنائي ده كل التوفيق لان ثنائي مميز جدا. اجاي طبعا لعيب كبير جدا، ازارو محتاج بعض الثقه هيكتسبها ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه ومكمل مع النادي الاهلي، والخبر ده يعني اجتهاد من البعض لان ممكن يكون ازارو ما لعبش ما لحقش يلعب مع فايلر، فبالتالي بتحط اجتهادات شويه ان ازارو كده بعيد عن الصوره، هو اصلا كان مصاب، فهنشوف خلال الفتره الجايه، لكن ازارو مكمل مع النادي الاهلي لنهايه الموسم باذن الله تعالى، ونتمنى له كل التوفيق. دي كانت اخبار الاهلي في المواقع، لسه في اخبار محليه وعالميه نشوفها. بوابة الأهرام، المنتخب الوطني يدخل معسكره التدريبي اليوم استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا. بوابة الشروق، أنزي مونديال، العلاقة بين صلاح ومنتخب مصر معقدة. الفجر الرياضي، طلب خاص من البدري لمدير المنتخب. بطولات، مدرب جيبوتي، منتخب مصر طلب مواجهتنا وديا ورفضنا لهذا السبب. اليوم السابع، منتخب مصر الأولمبي يتدرب على ملعب دجلة والسويس الجديد بالعين السخنة. البوابة سبورت، اجتياح في جهاز المنتخب الأولمبي لجاهزية طاهر.
بوابة الوفد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة مهددة بالتأجيل، تعرف على السبب. الجمهورية أونلاين مركز صادم لمحمد صلاح بين هداف العالم وإبراهيموفيتش في المركز الثاني. مبتدأ إصابة محمد صلاح، تعرف على موقف الفرعون من المشاركة أمام أرسنال. موقع في الجول، وردة ينجو من بطاقة حمراء ويركل دكة بدلاء المنافس ويشتبك مع الجماهير. كورة، تسريب هوية الفائز بالكرة الذهبية. سبورت 360، إيكاردي يتجاهل الإنتر. سان جيرمان أفضل فريق لعبت فيه. ريهام حمدي الصحفية بموقع يلا كورة ضيفتنا النهاردة. يا ريهام أهلا بيك. أهلا بيك يا أمير، أخبارك إيه؟ كله زي الفل، نورانا. ده نورك. الحلقة النهاردة مختلفة شوية، كل يوم بيبقى معايا يعني صحفي، النهاردة معايا صحفية، بس في الحقيقة صحفية مميزة جدا وشغلها محترم جدا. ميرسي يا أمير، سعيد بتواجدك معايا. شكرا. عندنا ملفات كتير جدا هنتكلم فيها، وطبعا ملف النادي الأهلي، لأن احنا عارفين فترة التوقف الحالية فترة مملة شوية للجمهور جد، لكن مهمة جدا للجهاز الفني. بتشوفي مدى أهمية هذه الفترة خصوصا في ظل تواجد معسكر خارجي للفريق؟ بص، خلينا نتفق ان الفترة اللي مسك فيها فايلر كانت فترة صعبة، وجاي في وقت صعب، ملحقش يعرف اللعيبة بتاعته، ملحقش يتعرف عليهم كويس قوي، لدرجة ان كان في بداية الماتشات كلها بيحاول ان هو يجرب لعيبة كتير في التدريبات في الكام يوم اللي كان قبل ما يتولى فيهم. ففكرة ان انت يبقى عندك شهر كامل فاضي فيهم دي حاجة كويسة جدا ليه، ان هو بقى يقدر يتقرب مع من اللعيبة اكتر، ينفذ فكره اكتر جوه التدريبات الفترة اللي جاية. فبالنسبة لفايلر دي طبعا حاجة مفيدة جدا، واعتقد ان هو شايف حاجة زي كده يعني او بيقوم بيها، شايف انه هيقدر يستفيد بشكل اكبر. يعني حتى لو هو خد انطباعات خلاص على الفريق طبعا، وخد انطباعات على اللاعبين، لكن بشكل اكبر هيقرب اكتر خلال المعسكر. بص، ما هي الانطباعات ما بتبقاش ثابته، اللعيب عندك النهارده ممكن يبقى في التوب فورم بتاعته، بكره ما يكونش موجود. وبعدين خلينا نشوف ان هو مثلا عنده فكر بتاع الروتيشن ده عالي جدا، فبالتالي هيقدر ان هو يقرب من لعيبه ثانيه. وبعدين ممكن في خلال الشهر ده لعيبه ممكن من الناس اللي ما بيكونش بيعتمد عليها بشكل اساسي تبدا ان هي تعلى معاه الفتره اللي جايه، فتبتدي تلاقيها مكان ناس ثانيه موجوده نزلت شويه. فلا، اعتقد ان هنشوف في تغييرات الفتره اللي جايه اكيد بعد المعسكر وبعد الفتره الطويله دي. تتوقعي بالنسبه لموضوع الروتيشن ده وتغيير دائم في التشكيل، تتوقع ان هو يستمر في السياسه دي بعد التوقف، ولا هيستقر على التشكيل النهائي؟ بص هو عنده عناصر اساسيه ثابته معاه في مباريات كتير، خصوصا في نص الملعب، قدام شويه في الاجنحه، حتى لو بيعمل روتيشن فيهم. بس في مراكز حراسه المرمى عنده الى حد ما فيها ثبات يعني. بس في ماتشات وفي فترات لو انت هتبقى مضغوط فيها، ما اعتقدش ان انت هتقدر تنفذ سياسه الروتيشن دي كتير. لو انت محتاج تكسب، محتاج البوينتس دي ضروري، فهتعتمد على التشكيل بتاعك. مباراة بسيطة، وقت انت الدنيا مش مضغوطة فيها جامد، اكيد هيعمل روتيشن فيها يعني. بس الاغلب ان هو هيبتدي ان هو يستقر على عناصره الاساسية يعني. طيب، انا عارف ان انت دايما موجودة في النادي وبتابع التدريبات، ايه المميزات اللي انت ممكن تكوني لاحظتيها لمستر فايلر؟ هو راسي جدا، راسي جدا جدا، غير المدربين التانيين صراحة. بيدقق قوي مع اللعيبة في التدريبات، أكتر ممكن من المدربين اللي فاتوا، خصوصا اللي كان قبلي يعني مستر لاسارتي. بالظبط يعني. بيوقف التمرين كتير جدا، بيصحح الأخطاء للعيبة كتير قوي، بيحفظ يعني مثلا هو النهاردة أنا هنفذ جملة تكتيكية معينة في التدريب، ممكن أعيدها أكتر من 10-15 مرة ويعيدها ويعيد اللعيبة عادي جدا. هو براحته، أنه هو أنا هنفذها لحد ما تحفظوها وتعملوها زي ما أنا عايز هتطلع في الآخر يعني. فأنا شايفة أنه هو يعني هيعمل حاجة كويسة مع الفريق الفترة اللي جاية إن شاء الله يعني. تقييمك ليه في الست ماتشات اللي اتلعبوا لحد دلوقتي؟ أكيد تقييم كويس جدا وعالي، على عكس توقعات كل الناس طبعا. على عكس التوقعات طبعا طبعا. خلينا نتفق أن وقت الاسامي او وقت التعاقد ظهرت اسامي كتير جدا، وناس كتير جدا من اسامي مدربين قديمه وكبيره على الساحه. فوقت ما اتقال اسم مستر فايلر كان في صدمه شويه عند الجماهير والناس بعد الاسامي اللي اتحطت كلها. فكره ان انت تجيب حد مدير فني مش معروف، ملوش تاريخ كبير، يدرب الاهلي بعد العصرات الفتره الاخيره، وخصوصا ان جماهير طموحها خلاص بقى اكبر من الدوري. احنا عندنا بناخد الدوري كتير، بناخده كتير قوي، احنا محتاجين ان احنا نرجع تاني نغزو افريقيا زي ما كان الاهلي عامل يعني. ده هدف مهم جدا. بالظبط، فكانت صدمه بالنسبه للجماهير وللناس شويه. واحدة مباراة في الثانية في الثالثة بدأ ان هو يكسب ثقة الجماهير والناس المتابعة ليه. تحديد مباراة الزمالك
تمام. يعني شايفه مباراه الزمالك مثلا دي كانت مفتاح العلاقه الجيده وحب الجماهير الاهلاويه لفايلر مثلا؟ بص، مباراه السوبر طبعا وبدايه ان انت تكسب في مشوارك، في بدايه مشوارك مع الفريق، تعتبر اول مباراه ليك بغض أيوة النظر عن مباراه كانو سبورت اللي كانت هناك كسبناها 2-0، لكن في نفس الوقت هي دي المباراه الاقوى. بطوله، انت بتفتتح مشوارك ببطوله، على عكس مثلا مستر لاسارتي وكارتيرون للاسف بدايتهم مع الاهلي ما كانتش نفس البدايه بتاعت فايلر. ففكره ان انت تبتدي تاخد 6 من 6 في اول 6 مباريات ليك دي حاجه كويسه، مع تطور اداء لعيبه، اختيارات جوه الملعب، شخصيه قويه جدا في مع اللعيبه ومع اختياراته ومع كل حاجه، فطبيعي ان هو يكسب ثقه الجماهير والناس يعني الفتره اللي فاتت. طيب الناس خلال الفتره دي عشان ما فيش ماتشات فالكل بيتكلم على تدعيمات للفريق، في مفاوضات مع كذا مع كذا، هل شايفه ان ده التوقيت المناسب للحديث في مثل هذه الامور يعني من وجهه نظرك؟ يعني انا شايفه ان لسه بدري شويه، لسه يعني بدري لسه بدري شويه. والاهلي اعتقد الميركاتو اللي فات عمل ميركاتو كويس جدا في هو الصيف من وفي يناير الشتاء. اللي فات بالظبط، لسه كنت بقول لك من اول يناير ابتدى جزء في الصيف، الميركاتو الصيفي كان في جزء تاني، واعتقد مع يناير اللي جاي هيكمل الجزء الثالث. وانا اعتقد ان ابرز المراكز المرشحه للتدعيمات الفتره اللي جايه ممكن يبقى الدفاع والهجوم. المدافع مركز الدفاع والهجوم ممكن يعني طبعا على حسب الكلام اللي اتقال او اللي حصل فعلا، ان كان في مفاوضات شبه موجوده مع كهربا يعني مع كهربا. طيب يمكن هو لحد دلوقتي يعني مفيش حاجه رسميه، لا لغايه دلوقتي بالنسبه لكهربا، لكن هو طبعا لاعب كبير جدا ومميز في الحقيقه ويضيف لاي فريق يعني في كل الاحوال. طيب متفائله بالموسم خصوصا ان النادي الاهلي زي ما انت كنت بتتكلم من شويه الهدف الاساسي بطوله دوري ابطال افريقيا، الجمهور بيفتقد هذه البطوله على مدار 6 مواسم سابقه تقريبا من 2013 ما فزناش بها. شايف ان باذن الله باذن الله بالقائمه الموجوده دي وتدعيمات يناير الاهلي قادر ان هو يرجع البطوله دي للجمهور؟ بص، خلينا نبتدي ان الحكم برضو هيبقى بدري شويه، لان المباريات الافريقيه بتاعه الاهلي الفتره اللي فاتت كانت مباريات سهله. حلو. احنا ما كناش بنشارك قبل كده من ادوار دي قبل كده. دور المجموعات هيبتدي الحكم شويه يبدا يظهر في المنافسه بعد كده، على مدى قدره الاهلي، على مدى قدره الاهلي للمنافسه للنهايه. بالظبط، احنا وصلنا 2 نهائي ورا بعض وفي الاخر للاسف ما قدرش الاهلي ياخد البطوله يعني. ففكره ان انت تنافس وتوصل للنهائي دي حاجه مطروحه وقويه جدا بالنسبه للاهلي وبالنسبه لاداء اللعيبه وبالنسبه للتدعيمات ولشخصيه المدير الفني الموجوده، وبالنسبه طبعا لسبل الراحه والهدوء وكل حاجه اللي موفرها نادي الاهلي ومجلس ادارته للفريق وللناس كلها. فانا شايفه ان طبيعي ممكن الاهلي هينافس وهينافس وهيوصل للادوار النهائيه ان شاء الله. هياخد البطوله مش هياخد البطوله ده هيبان بقى ايه مع الوقت ومع المنافسين طبعا اللي هيواجههم الاهلي الفتره اللي جايه. نقيم مستر فايلر بشكل نهائي، بس قبل ما نقيم مستر فايلر في الصوره دي انت كنت معاه في الحفله تقريبا. حصل في الحفله بتاعت الدوري. الحفله بتاعت الدوري الحفله اتاخرت كتير قوي، اتاخرت كتير جدا بعد يعني بطولات يعني بعد ما خدنا الدوري. يعني هي اتحددت مواعيد كتير بس ما كانتش بتبقى مناسبه للاهلي. الاهلي كان بيبقى عنده سفر لماتش في الماتشات بتاعت افريقيا، مره ثانيه كان بيبقى فيه ميعاد برده مش مناسب كده يعني. اتكلمتي معاه؟ اتكلمت معاه. ايه بقى الكلام؟ هو انا كنت رايحه اتصور معاه عادي جدا. فالاول كنت واخده شخصيه عنه ان هو اجريسيف، ما بيتعاملش مع الناس جامد يعني وبسهوله. فلقيته بيتكلم وبيهزر، فابتديت ان انا اقول له ان انا صحفيه يعني. فلما قلت له ان انا صحفيه ابتدى ان هو يتكلم ويقول لي ان انا محتاج ان انا منك ان انت تكوني صريحه وصادقه جدا في الشغل بتاعك. انا اعرف ان معظم الصحفيين للاسف يعني ان دي وجهه نظره عن الناس، بيكذبوا ما بيقولوش الحقيقه، واخد صوره سلبيه جدا. انا ما اعرفش هو واخدها عننا هنا في مصر ولا واخدها من بره، او مين اللي مديله الانطباع ده، انا مش قادره اعرف بصراحه. بس هو قال لي كل اللي انا بطلبه منك او بتمناه منك الفتره اللي جايه ان انت تنقلي الصوره بالحقيقه بتاعتها، وان كل حاجه تبقى زي الحقيقه من غير اي تزييف ليها يعني. وقال لي ان هو كمان دارس علم نفس وسيكولوجيه وتعامل مع صحفيين كتير وعارف سيكولوجياتهم يعني. بس فقال لي انا بعرف اتعامل معاهم كويس الفتره اللي جايه. بس بصراحه هو قال لي انا مصدقك جدا وانا شايف ان انت صادقه في شغلك يعني. بس شخصيه مختلفه هو جدا جدا بصراحه جدا. وبعدين تصريحاته متزنه جدا، ما بيلعبش على وتر الجماهير شويه زي بعض المدربين التانيين. جدا جدا يعني فكره ان انا بلعب بالتصريحات على ان الجماهير تحبني او الجماهير تقرب ليا من خلال التصريحات، بس دي مش ما بشوفهاش مجديه قوي مع الناس. هو بيتكلم في المتاح ليه واللي هو عايز يتكلم فيه، بغض النظر الكلام ده بقى هيضايق الجمهور، هيضايق الناس، مش هيضايقهم. انا بقول اللي انا مقتنع بيه وبس. طيب البعض بيحاول يشبه فايلر بمانويل جوزيه، وده اعتقد ان هو تشبيه غير منطقي على الاقل حتى هذه المرحله يعني. بتشوفي التشبيه ده ازاي؟ وبتشوفي الطموح اللي بقى عالي جدا عند جمهور النادي الاهلي والمنتظر من مستر فايلر بالنسبه للجمهور، هل ده
منطقي دلوقتي ولا لازم نستنى شويه؟ بس مانويل جوزيه بالنسبه لجماهير الاهلي هيفضل اسطوره طبعًا. دي حاجه مفروغ منها. فكره ان انا اشبه فايلر بمستر مانويل جوزيه دي حاليا انا شايفه ان هي صعبه جدا، يعني ممكن ناخد سنين شويه على حسب ان احنا نقدر نقول ان الاثنين يوازوا بعض او يتشبهوا ببعض. بس انا شايفه ان الطموح اللي عند فايلر والتركيز مع الفريق والتيم وشغله الواضح مع الناس ممكن ياهله مع الوقت ان هو ممكن يبقى حاجه زي كده، بس مع الصبر ومع الوقت. لكن عنده المقاومات. الست ماتشات نحكم عليه ولا لسه مستنيين شويه؟ لا لسه بدري شويه، يعني ما ندخل بقى في الضغط والشغل الجامد. دور مجموعات بقى في دوري ابطال افريقيا، دور مجموعات مع دوري بقى انت هتدخل من بدايه 11 هتبتدي تضغط، خصوصا مع تاجيل الدوري كمان للأسف. يعني هيبقى عندك ضغط. الازمه دي ازاي؟ بصراحه انا كنت شايفه ان الاهلي طبعا مع حق، يعني كل الناس واحنا نفسنا كصحفيين وكجماهير واي حد في الوسط الرياضي كله كان بيتمنى ان جدول الدوري يمشي زي ما كان محطوط من البدايه. يعني احنا كنا مستبشرين خير اول ما القرعه اتعملت طبعا واتحطت مباراه الاهلي والزمالك غير موجهه، غير زي ما بيحصل زمان على طول. ففكره ان انت مره واحده تلاقي بقى الصوره اللي انت بنيتها وان انت شايف ان الدنيا هتمشي زي ما انت عايز بتتهد تاني واحده واحده، دي كانت حاجه سيئه جدا. كنا نامل ان ده ما يحصلش. يعني متوقع احنا الفتره الجايه في الكره المصريه يعني نتفادى تكرار مثل هذه الازمات ولا هنستمر في القصه؟ انا بتوقع ان احنا هنستمر. انا بتوقع يعني زيك ان احنا هنستمر يعني، بس انا برضو شايفه ان الموقف اللي خده النادي الاهلي كان كويس. ان هو يعني احنا يا جماعه عايزين نوقف الازمات دي بقى كفايه يعني. فالموقف هو اثبت حالا ان انا مش هقبل ان ده يتكرر تاني، فاتمنى ان هو ما يتكررش تاني، مع ان انا عن نفسي شايفه ان هو هيتكرر للاسف يعني. ان شاء الله ما يتكررش تاني، ونتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه المليئه تحديات هامة جدا بالنسبة لكل جمهوره. ده ملف النادي الأهلي. عايز أروح أتكلم شوية عن المنتخب الوطني الأول. تمام. وكابتن حسام البدري، وفي بعض الأزمات كده اللي كانت بدري. أول أزمة كانت محمد صلاح وإنه ما عنده انضمامه للمنتخب، وبعدين عندك موضوع الشارة. تمام. شايفة إن دي بداية كويسة الأزمات دي؟ هي مش بدايه لطيفه يعني، دي اكيد يعني فكره ان انا ابتدي حاجه بازمه وانا محتاج دعم وخارجين من ظروف مش لطيفه جدا مع المنتخب الوطني بعد طبعا الخروج من كاس الامم الافريقيه في بدري كده وودعنا واحنا بطوله عندنا على ارضنا يعني. فانا كنت شايفه ان الظروف محتاجه ان الدنيا تدخل ستيبل واكتر هدوء من كده، وان احنا يبقى تركيزنا كله بقى بعيد عن الحاجات دي. يعني خلينا لا نتكلم بصراحه، بس اصل انت بتكلم كل طرف يا امير بيقول لك انا ماليش دعوه، محمد صلاح بيقول انا ماليش دعوه ما طلبتش شرط القياده، كابتن حسام البدري بيقول انا ما اقترحتش، كابتن مش كل واحد بيقول وجهه نظره. بس خلينا نبقى متفقين على حاجه واحده في الاخر، ان شرط القياده هي من حق من الاقدم يعني حق الاقدميه. فانا شايفه ان اقدم لاعب في المنتخب هو الاحق بيها، يعني خصوصا ان صلاح لعيب كبير جدا وقيمه كبيره جدا طبعا لمصر وللوطن العربي كله والافريقيا. تمام، دي ما فيهاش اي نقاش خالص. بس يعني احنا عندنا حاجه احنا ماشيين عليها طول تاريخنا ما اتغيرتش غير دول ثانيه، وفي فرق ثانيه كتير بتغير شاره الكابتن على حسب النجم اللي عندها. لكن احنا ماشيين على حاجه معينه، ما اعتقدش ان احنا في يوم وليله هنيجي نغيرها كده بدون اي داعي يعني ولا اي مبرر. عندنا لعيب بقيمه احمد فتحي طبعا قيمه كبيره، تاريخ كبيره جدا مع المنتخبات كلها ومع النادي الاهلي ومع مصر كلها يعني. فصعب يعني صعب. اشعل الازمه دي هل هي تصريحات الكابتن حسام البدري ولا شايفه ايه يعني؟ هو مصر يعني هو ما قالهاش صريحه، بالعكس هو طلع امبارح قال خلاص امبارح بس بالاقدميه، قبل كده مؤتمر صحفي قال لسه محل دراسه وكلام من ده. لا انا شايفه ان هي ما كانتش الفكره، ما كانش ينفع ان هي يتم طرحها من البدايه خالص، وكنا نتلافى بقى كل الحوارات والكلام ده وندخل مركزين في ماتشاتنا اللي جايه يعني. شايفه التصريحات دي كانت لترضيه محمد صلاح اكتر منها كانت حقيقيه يعني او منطقيه؟ يعني انا شايفه ان يعني اصل ايه اللي حصل عشان محمد صلاح يتراضى يعني؟ تصويت بتاع جايزه زابيش هي غلطه كبيره جدا طبعا، ما حدش يقدر ينكرها يعني. بس في كل الاحوال صلاح ما كانش هيوصل للتوب 3 في حتى لو كان خد التطويض بتاعنا. فاهمني؟ غلطه كبيره. بس هو برضه عنده حق محمد صلاح في انا بقول لك هي غلطه كبيره جدا. انا بقول لك هي غلطه كبيره جدا وما ينفعش ان هي تعدي بكل حال من الاحوال. وطبعا اللي غلط الغلطه دي المفروض ان هو يتحاسب عليها يعني. بس حتى لو كده صلاح محتاج طرديه يعني؟ لا مش محتاج طرديه، دي بلده بالزبط. هو بيخدم بلده وبيخدم نفسه في نفس الوقت. هو بيعمل تاريخ للمنتخب ولنفسه اكيد. تمام يعني بنشوف اي نجم عالمي بره بيحاول ان هو يحقق انجازات لنفسه زي المنتخب عشان بيتحط في سجله وفي تاريخه. طيب بتشوفي ازاي قائمه المنتخب بعد اعلان الكابتن حسام البدري القائمه بالكامل بالامس 32 لاعب منهم 6 محترفين؟ دي مش قائمه نهائيه.
اوكي هيتم تصفيتها، هيتم تصفيتها هياخد 25 بالظبط في الاخر، هياخد 25 لكن كقائمه مبدئيه تقييمك ليها بص انا شايفاها الى حد ما قائمه كويسه متوازنه يعني، واخد لعيبه وعناصر مميزه. كنت شايفه بس ان بس هو يعني مش موجود طبعا اكيد الاصابه، محمد عبد الغني كان من المدافعين البارزين جدا والواضحين فعلا. بالظبط مميز في الحقيقه، دي حقيقه. ان هو يكون موجود في لعيبه كتير طبعا كان نفسه يضمها، بس للاسف هي موجوده في صفوف المنتخب الاولمبي بالظبط كده. ففي ظل يعني كابتن حسام بدري كان مهتم بمحمد عبد الغني، كان مهتم بيه فعلا لولا الاصابه. في حد تاني كان مهتم بيه؟ كان مهتم بيه، وكان في طبعا خمسه من المنتخب الاولمبي كمان، خمسه او خمسه اللي هم مثلا رمضان صبحي، صلاح محسن، مصطفى محمد، في لعيب كمان هم خمسه بالظبط. لان انا اسامه جلال مثلا ممكن يكون اسامه جلال لعيب مميز، لعيب مميز جدا، مدافع طيب. لكن القائمة كويسة، لكن في بعض الآراء يعني في ناس بتقول إن في لاعبين كانوا بعيدين تماما عن المشاركة في المباريات، يعني مثلا يقول لك محمود وحيد من الأهلي تمام، بعض كمان انتقد انضمام كهربا. بتشوفي إزاي الانتقادات دي ومدى يعني إفادتها للمنتخب خلال الفترة الحالية؟ يعني من تواصلي مع الناس في الجهاز في المنتخب على القصة دي بالذات، يعني محمود وحيد لعب مع كابتن حسام البدري في المنتخب الأولمبي قبل كده كويس، هو شايف إن أنا محتاج ان انا ابني قاعده عندي من اللعيبه المصريه. شيء مميز. محمود وحيد لعيب مميز ولعيب كويس جدا، لولا بس وجوده مع قامه كبيره طبعا زي علي معلول وفي فتره تالق كبيره ليه، كنت ممكن تلاقيه بيشارك بصفه اساسيه مع النادي الاهلي. هو كل وجهه نظره في محمود وحيد ان انا ده مش هيشارك اساسي على معلول الفتره اللي جايه، وانا هبقى محتاج حد في المكان ده ومحتاج ان انا بدايل، فانا هاخده عندي ادخله الاجواء بتاعه المعسكر بتاعي وابتدي ان انا اجهزه للمرحله اللي جايه وابني قاعده بتاعتي انا بقى من المنتخب جدا في الحقيقه. انا شايفاه تفكير كويس جدا يعني. وبعدين محمود وحيد لعيب كويس جدا ولعيب هايل بصراحه، والمباريات اللي لعب فيها مع الاهلي ادى كويس جدا، يمكن ما يقلش اي حاجه عن علي معلول طبعا يعني. بالنسبه لكهربا بقى، هو شايف ان انا عندي نقص في المكان ده يعني. انت عندك رمضان طبعا في المنتخب الاولمبي، وانا محتاج ان انا يبقى عندي بدايل كتير حتى في ال 32 عموما، مش بس كهربا ورمضان. ان انا محتاج في عندي لعيبه هتنضم متاخر، المحترفين لعيبه الاهلي وبيراميدز والمصري كل دول هينضموا متاخر. محتمل ان انا ممكن اخسر حد لا قدر الله فيهم بسبب اي اصابه، فانا يبقى عندي البدايل بتاعتي موجوده ودخلت في الاجواء تمام، وعلى حسب الحاله بتاعتهم بقى وبتاعت الناس في الاخر، وفي حد ممكن يجرى له اي حاجه بعد الشهر او لا قدر الله يعني ممكن هيكرر القائمه النهائيه بتاعته يعني. وانا عارفه ان هو هيتم الاعلان عن القائمه يوم 10 طيب نتمنى اكيد كل التوفيق للكابتن حسام البدري، وتحدي مهم جدا مباراتي كينيا وجزر القمر، ماتشين مهمين رسميتين. لكن بتقيم ازاي مثلا المباراه الوديه؟ البعض انتقد رغم ان هي اول تجربه للكابتن حسام البدري، مش طبيعي ان ممكن الناس تتكلم شويه عن الاداء. ما يعني بص، انت عندك الدوري ما بدأش جامد قوي، مباريات قليله جدا، فكره ان هو برده يقدر ان هو يجمع عناصر وان العناصر تندمج مع بعضها من بدايه اول معسكر ومن اول مباراه، دي هتبقى صعبه يعني. صعبه يعني. انت لو جبت مدير فني جديد النهارده زي ما جبت فايلر اول يوم، زي ما شفت فايلر اخر مباراه، مستحيل يعني. طبعا نامل ان الماتشات اللي جايه الدنيا تبقى احسن والاداء يتحسن طبعا مباراه بعد الثانيه تمام. لكن انا شايفه ان الدنيا لحد دلوقتي كويسه، والمنتخب طبعا محتاج دعم الناس كلها طبعا، واكيد احنا طبعا معاهم يعني، اكيد هنفضل في ظهرهم بكل تاكيد. لكن بالمناسبه كينيا كمان احتمال يتم تجميد النشاط عندهم بسبب بعض المشاكل هناك وكده، فبالتالي ممكن ما يلعبش المباراه النهارده. لا بالعكس، النهارده كان في تصريحات موجوده ونقلتها الصحافه من مسؤولين في المنتخب هناك ان احنا هنلعب مباراه يعني مصر عادي جدا. كان في تصريحات النهارده بالموضوع ده من الجهاز بتاع المنتخب الكيني. مهم جدا المباراه تتلعب، ومهم جدا ان الكابتن حسام بدري يستفاد اكتر استفاده من المباراتين دول بالتحديد، خصوصا في ظل التواجد. تتوقع مين ممكن يستبعد من القائمه دي؟ الحقيقه انا مش قادره احدد يعني، لان الاختيارات كلها كويسه، بس دي هترجع بقى للمدير الفني على الاساسي. بس انا اعتقد ان برضو هتبص في الاخر هتلاقي العناصر الاساسيه اللي كانت موجوده في المباراه الاولانيه دي معظمها موجود، الا بقى مع استثناءات بسيطه يعني. بتشوفي ازاي انضمام 10 لاعبين في القائمه دي من الاهلي؟
يعني الاهلي الفتره اللي فاتت كان في التوب فورم بتاعه، اللعيبه كلها كانت ظاهره باداء عالي جدا، بيأدوا بيكسبوا بسكور عالي، في اداء مختلف جدا من لعيبه الاهلي، فبالطبيعي ان هو ممكن يضم عدد كبير زي ده. واعتقد برضو ان ما اعتقدش ان ال10 هيفضلوا 10 لحد اخر المعسكر يعني. طيب اكيد تألق النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه هيكون اضافه كبيره جدا للمنتخب المصري على مدار التاريخ، زي الفتره اللي فاتت بتاع الكابتن حسن بالظبط. طيب ده شيء مهم. بما اننا جبنا سيره الاهلي، نرجع للاهلي في حاجه صغيره قوي واخد تعليق منك عليها، وفيما يتعلق بالتجديد لرباعي الفريق، رباعي تاريخي للنادي الاهلي، اكرامي، عاشور، وليد سليمان، احمد فتحي. الحديث دائم خلال الفتره الحاليه بخصوص هذا الملف، رايك ايه؟ او معلوماتك ايه؟ الاربعه قامه كبيره جدا طبعا. اخر تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ ان ما تمش فتح موضوع التجديد مع اللعيبه خالص الفتره الاخيره. مفيش حد في اللعيبه الاربعه ممكن يملي شروط على الاهلي، كل الناس قبل كده في التجديد القديم والتجديد الجديد كل الناس بتوافق على اي حاجه للاهلي، بتمضي على بياض ما بتفكرش. الاربعه عناصر مميزه ومفيده، ولحد دلوقتي ما فيش اي جدال على ادائهم في الملعب. فانا مش شايف ان الموضوع مشكله ولا ازمه خالص، يعني ليه الناس عاملاها ازمه؟ يعني ما فيش ازمه، لا خالص. الازمه خصوصا ان هم يعني الاربعه في الحقيقه ليهم تاريخ كبير جدا مع جدا يعني. جدا يعني ما فيش حد فيهم هيجي النهارده يقول لا خالص، يعني ما حصلتش قبل كده. ده بالعكس، انت بتشوفهم قاعدين على الدكه والناس زمايلهم في الاماكن بتاعتهم بيشاركوا وبيقوموا وبيحفزوهم وبيضحكوا وبيهزروا وبيحتفلوا باهدافهم او بيحتفلوا بصداتهم زي ما الشريف اكرامي بنشوفه بيعمل مثلا. فلا ما فيش الكلام ده، مش موجود خالص، يعني مش مطروح ان يحصل مشكله في التجديد خالص. يعني هيخلص يعني قريب، مجرد ما يتفتح الملف خلاص. انت عندك اداره تعاقدات شاطره جدا، وانا بصراحه بحب اوجه الشكر للكابتن امير توفيق على الشغل اللي عامله في النادي، وكابتن سيد عبد الحفيظ كمان. فانا شايفه ان الموضوع سهل، مفيش اي في مشاكل خالص. طيب عايز اروح للمنتخب الاولمبي بقى، لان المنتخب الاولمبي هياخد حديث كتير جدا خلال الفتره اللي جايه. البطوله هتبتدي من يوم 8 ليوم 22، او مباراه لمنتخب مصر هتكون يوم 8 باذن الله. فبالتالي الناس بتتكلم كتير قوي على اداء المنتخب الاولمبي، بالتحديد في المباراه الوديه الاخيره امام جنوب افريقيا وتغيير مراكز بعض اللاعبين، فحصل نوع من انواع التشاؤم بمستقبل المنتخب في البطوله اللي جايه، وهي بطوله مؤهله للاولمبياد، وده الاهم في الحقيقه. بالظبط. شايفه الانتقاد في محله او التقييم في محله، خصوصا كابتن شوقي غريب بقاله سنتين مع المنتخب الاولمبي، في مقابل الكابتن حسام بدري كانت اول مباراه ليه مباراه بوتسوانا، فطبيعي ان انت ما تقيميش يعني. لكن المنتخب الاولمبي تعليق عليه ايه بالتحديد؟ بص، المنتخب الاولمبي انا بشوف فيه عناصر مميزه جدا جدا، يعني انا اللعيبه فيه كلها اساسا ما بتلعبش حتى فرق صغيره، ده بالعكس كلها موجوده في الدوري في الدرجه الاولى عادي، وبيلعبوا في فرق كبيره، عناصر مميزه قوي. فانا شايف ان اي مدير فني ممكن يعمل من المنتخب ده حاجه مهمه جدا، وياخد البطوله ويوصل للاولمبياد. لكن فعلا الاداء كان اداء سلبي جدا، يعني جدا جدا جدا, جداً، وما يبشرش للاسف بخير في البطوله. اتمنى طبعا ان ده يكون غلط الفتره اللي جايه، وان يكون احنا تمويه. يكون تمويه، اتمنى ان احنا بنخبي الخطط بتاعتنا، فاهم؟ احنا بنخبي كل حاجه. فاتمنى ان ده ما يحصلش الفتره اللي جايه، وان احنا نعوض شويه، لان طبعا الناس عندها امل كبير ان هي تشوف جداً انجاز بعد المنتخب الاول، ونفسها تشوف كاس بقى بطوله بتدخل للبلد يعني. ففي امل كبير عليهم يعني، اتمنى ان هي تتحقق يعني. شايف ان احنا باذن الله ممكن نظهر بشكل كويس، نحقق اهدافنا كتنظيميا؟ لا، تنظيميا دي مفروغ منها. تنظيميا مفروغ منها يعني. بعد بطوله الامم الافريقيه تنظيميا دي مفروغ منها. الكبار كانت حاجه رائعه بالظبط يعني. التنظيم هيكون هايل اعتقد، زي بطوله كاس الامم اللي فاتت. اداء يعني اتمنى. تتمنى. اتمنى. نقدر يعني. ان شاء الله. اللعيبه زي ما قلت لك، اللعيبه ما فيش عليهم اي علامات استفهام خالص. سكواد هايل بصراحه، كلهم مميزين جدا 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 في كل المراكز بجد. فاتمنى ان شاء الله يحققوا اللي كل الناس عايزاه يعني. ان شاء الله يعني. من ضمن الاخبار اللي معانا كمان فيما يتعلق بالمنتخب الاولمبي، يعني مثلا البوابه سبورت قالت ان ارتياح في جهاز المنتخب الاولمبي لجاهزيه طاهر محمد طاهر. طاهر كان عنده اصابه في العضله الخلفيه، لكن هو اصبح جاهز. بتشوفي مدى اهميه تواجده؟ طاهر لعيب كويس جدا، والفتره اللي فاتت بالظبط يعني، حتى احنا شفنا ان كان في وقت من الاوقات من ضمن الخيارات المتاحه للنادي الاهلي ان هو يتم التعاقد معاه، وبالفعل كان في تواصل والموضوع وقف في الاخر. فعلا خالص في التفاوضات بالظبط يعني. فاكيد طبعا طاهر محمد طاهر، في عندنا مين تاني؟ رمضان صبحي، احمد طبعاً، حمدي، نصر ماهر، اكرم توفيق، مصطفى محمد، صلاح محسن، لعيبه كلها بصراحه هايله يعني. طبعاً. هايله، تيم سكواد كامل بجد يعني، يقدر يعمل حاجه كويسه. مش عايز استبق الاحداث، بس لا قدر الله، لا قدر الله لو ما خدناش بطوله او ما تاهلناش، لان الهدف الاساسي التاهل، هيبقى الوضع ايه؟ مين المتسبب من وجهه نظرك قبل ما البطوله تبتدي؟ طب ليه كده؟ لا ما
يعني برضو لازم نتكلم في كل الامور اللي قد تحدث يعني, كل الاحوال. يعني انا بتكلم كده عارفه ليه؟ لان احنا عندنا قائمه فعلا قويه جدا, قائمه قويه صعب جدا. صعب ان انت بالقائمه دي ما تحققيش اهدافك, هتبقى حاجه غريبه. الموضوع بصراحة هيبقى فني بحت يعني, بصراحه عشان اكون صريحه جدا معاك, هيبقى فني بحت. لكن في كل الاحوال طبعا كل الدعم والمسانده للكابتن شوقي غريب وجهازه, معاهم معاه جهاز مميز جدا ومع لاعبين مميزين جدا, ان شاء الله يوفقوا ويحققوا كل الامال والطموحات للجماهير المصريه. نتكلم عالميا شويه وفيما يتعلق محمد صلاح بالتحديد, لان ده اللي بيهمنا دلوقتي. امبارح لعب مباراه توتنهام, جاب هدف في الدقيقه 75 من ضربه جزاء, اتصاب وخرج في الدقيقه 85 تجدد الاصابه بتاعته في الكاحل. بالظبط, موضوع مشابه شويه لحاله نيمار, الاصابه تجيله كل فتره كده بتتجدد تاني بتتجدد. النهارده شارك في جزء من التدريبات, ده شيء مبشر, لكن ما اعتقدش ان هو هيلحق مباراه ارسنال. لكن في كل الاحوال عايز اتكلم عن تقييمك لمحمد صلاح في الموسم ده بالتحديد مع ليفربول. نفس المستوى اللي قدمه صلاح الموسم اللي فات, هو انا شايفه يعني يمكن شويه اقل شويه, بس حاجه بسيطه. بس هو مركز اكتر في نوع يجيب جوان, في التهديف للأسف. هو عايز, وده اللي معطله شويه. بالظبط, عايز ياخد هداف البريمير ليج زي السنتين اللي فاتوا. فهو تركيزه كله على الجون, ان انا عايز احط في الجون. انا شايف ان صلاح بيعمل حاجات كتير جوه الملعب, بيوصل فعلا. وبيعمل اسيستات كتير جدا لزمايله, وبيقدر يوصل للجون, واسرع لعيب تقريبا في الفريق عنده. فانا شايفه ان هو يعني لو الموضوع بس مشي جماعي اكتر في الفريق, في التيم عندهم, ممكن يحققوا اكتر من كده بكتير يعني. مع ان انا شايفه ان الفوز برده امبارح كان بصعوبه جدا يعني. طبعا توتنهام فريق كبير, كان صعوبه قوي قوي قوي, خصوصا ان الجون جه بدري قوي فيهم في اول الشوط الاول يعني. فكان صعب, بس برده يعني توتنهام دفاعيا كان صعب يعني, واقع قوي صراحه امبارح يعني. هو توتنهام الموسم السنه دي صعب شويه بالنسبه له. بالظبط, مع الضغط كان ممكن كمان ليفربول يجيب اكتر من كده. اكيد ان شاء الله نتمنى كل التوفيق لمحمد صلاح. عايز اتكلم على ان شاء الله ياخد هداف البريمير ليج, بقى ما عايز الدرجه دي طبعا. ان شاء الله ياخدها باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله فرق 6 نقاط مع مانشستر سيتي ده ممكن يحسم الدوري مبكرا شويه ولا لسه بدري؟ السنه اللي فاتت كان في فرق 8 تقريبا, صح؟ اعتقد 7 او 8 او 8 نقط, وفي الاخر لحد اخر مباراه كان الفرقتين بيلعبوا وما انتش مش عارف مين اللي هياخد الدوري. فلا لسه يعني في الدوري الانجليزي ما يضمنش حاجه. لا لا لا, ما فيش اي توقعات خالص. انت كنت تتوقع ان مانشستر يونايتد يعمل المباراه دي قصاد ليفربول؟ لا طبعا, بس يعني فما فيش توقعات خالص. ليفربول تاثرت بمحمد صلاح حتى لو هو مش في التوب بتاعه, بس ايضا بيتاثروا بغيابه يعني. اكيد هو لعيب كبير ومؤثر جدا في صفوف الفريق طبعا يعني. دي حاجه مفروغ منها طبعا. طيب عمرو ورده, تمام. عمرو ورده الكلام كان امبارح عنده مباراه مع لاريسا, فريقه بيلعب باناثينايكوس, ومباراه خلصت 2-1. في الحقيقه هو عمل اسيست حلو جدا الهدف الاول, والجون الثاني جاب جون مميز جدا جدا جدا. لكن دايما المشكله هنا عند عمرو ورده. بالظبط, ان هو عمل واحد دخل عليه لعيب من فريق باناثينايكوس, راح هو ضربه في ركبته, كان هياخد طرد, خد انذار, الحكم اكتفى بالانذار, وهو خارج الدكه بتاعت الجهاز الفني للفريق المنافس ضربها برجله, وقعد يتكلم مع الجمهور المنافس, وامور غريبه جدا كده. اعتقد ان دي ما يعني انا مش قادر اعرف يعني. لعيب كويس قوي, المفروض ان اي حد الاحتراف بيغير اي لعيب بيخرج بره. لو بصينا لكل المحترفين عندنا في مصر من اول محمد صلاح, تريزيجيه, كل الناس اللي احترفت قبل كده او دلوقتي, بتحس ان الاحتراف بيغير فيهم وفي تفكيرهم. لو انت عايز توصل وتعدي وتوصل للمكانه اللي انت عايزها, بالتالي لازم تغير ده, صح, قبل ما تغير طريقه اللعب كمان. لان الاثنين بيتوازوا او بيمشوا الاثنين مع بعض. ففكر ورده صراحه باللي هو بيعمله ده مش هيقدر يوصله للي هو عايزه. طب ما انت دلوقتي لعيب كويس وعامل مباراه هايله جدا, في الاخر ختمتها ازاي؟ ده عمل مباراه كويسه قوي قوي. بالظبط, ودي من ضمن الاسباب مثلا ان احنا هنشوف ان انت مستبعد بسببها من المنتخب, من صفوف المنتخب عندنا هنا. فاهم؟ دي من ضمن الاسباب اكيد طبعا يعني. ممكن كابتن حسام بدري يفكر في يوم من الايام يضم ورده ولا صعب؟ حاليا اعتقد صعب. حاليا صعب. رغم ان اللاعب مستواه يؤهله, لكن المشاكل بتاعته, الفتره الاخيره والجدل الكتير وقت كاس الامم وبعد كده, ده عامل موقف ما بينه وما بين الناس وما بين الجماهير, ان هم يرجعوا يتقبلوه بسهوله تاني. نتمنى له كل التوفيق عمرو ورده في الحقيقه, ويركز بشكل اكبر في الملعب. بالظبط, مهم, واضافه لمنتخب مصر على حسب طبعا رغبه الكابتن حسام البدري. يا ريهام نورتينا وشرفتينا. ميرسي امير, انا كمان معك. جدا والله بشكرك, شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. كانت ضيفتنا العزيزه النهارده في حلقه كلام في الميديا ريهام حمدي, صحفيه موقع يلا كوره, واستفدنا في الحديث عن بعض الامور سواء محليا عالميا, وكمان اخبار النادي الاهلي كان شيء مهم جدا اتكلمنا فيه. دي كمان كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده. استنونا حلقه جديده بكره ان شاء الله. إلى اللقاء. وليد سليمان وشنطة الإجوان, وكأنه كلمة السر وليد سليمان.
وليد سليمان على طريق كريستيانو. وليد سليمان يلقي بكلمة الافتتاح ويضع النادي الأهلي في المقدمة. وليد سليمان الورقة الجوكر للمدرب البدري. إنما وليد إيه؟ لعيب من اللعيبة اللي عندها حلول. يا ولد يا ولد يا ولد يا وليد يا سليمان.